خير يا دكتور؟ طمني. عندهم حساسية مفرطة من التين الشوكي، وللأسف الحساسية دي معدية جدا. يتعزلوا الثلاثة في أوضة ومحدش يخش عليهم. تدي لهم الدواء ده والسقسقة ثلاث مرات في اليوم. ليه؟ السقسقة. السقسقة دي قبل الوكل ولا بعديه؟ لا، سألوهم وهم بياكلوا. أنا زهقت. الدواء ده يجي بسرعة وياخدوه. لو حصل لهم حاجة أنا بحملك المسؤولية كاملة. السلام عليكم. خد تعالى يا دكتور. أيوه. أنت زعلان مني بحاجة؟ يعني شايل مني مسود من جوه بحاجة؟ لا. قول ما تخافش، مش عشان أنا الكبيرة ممكن أتويك هنا، قول قول. لا، هو أنا بس الله يسامحك يا بابا، قلت له نفسي في حقوق فرنساوي، أصر إني أخش المعهد. معهد إيه دي اللي هيطلع دكاترة؟ مين ده؟ ها؟ الدكتور قال لك إيه؟ قال لي اتعزلوا. شوفي، خليهم الثلاثة يناموا في أوضة جوني. ماشي. طب أنا هنام فين دلوقتي؟ مش إحنا قلنا يا حبيبتي إنك هتنامي في أوضة أختك أشلي؟ تيوبيت، ما هي دلوقتي أكيد مليانة فيروس، وأنا كده ممكن أتعدي. أيوة صح، البنت دي عندها حق، خليها تنام في الفسحاية هنا. بيقول الظريف ده؟ بعدين ما وجهت لكش كلام، فلو سمحت ما تتكلمش معايا. اسمع يا بنت دي، البنت ده كلها تكوم وانا كوم تاني، حسك عينك تكلميني بده مرة تانية. خلاص يا كبير، دي ضيفة برضك. خلاص يا حبيبتي، عندينا أوضة تانية إن شاء الله. أوضة إيه دي؟ أوضة الكبير قوي. بتقول إيه يا بقرة أنت؟ هو أي حد معدي ينام في أوضة كبير قوي؟ معلش يا كبير، دي عيلة ما هتستحملش تنام على الكنبة. تستحمل ولا ما تستحملش؟ إن شاء الله تنام في أي داهية. مين دي اللي تنام في أي داهية؟ أنا ما بوجه لكيش الكلام، لو سمحت ما تكلمنيش. يا كبير، يا كبير، دي عيلة صغيرة. دي عيلة صغيرة دي؟ دي ولية مسخوطة. طب عشان خاطري يا كبير. لا. طب ورحمة أبوك يا كبير لا توافق. اعمل اللي أنت عايزاه يا هدي. نظراتها مريبة البت دي. شفت يا حبيبتي تصرفت لي كيف؟ ده أوضة الكبير قوي دي، أحلى أوضة عندينا، بس ما تغلاش عليك يا قمر، أوضة شرحة. خلاص خلاص، ما ترغيش، فين الأوضة دي؟ الأوضة اللي في الوش دي. طيب اطلعي بقى، انقلي الحاجة بتاعتي من الأوضة دي للأوضة دي، ماشي؟ يا جبروتك. استغفر الله العظيم يا رب. الفطور يا هدية. تبص لك زهليها بتتي. انا حرة ابص في الحتة اللي انا عايزاها. ادي الفطور كله اها. عاملة لك فطور النمايه ملوكي. تعال يا حلوة هنا اقعدي جنب عمك الكبير. اوف ايه الريحة دي؟ انتوا هتأكلوني ايه؟ تلقاها بس المفتقة، اصل الحلبة بتاعتها زيادة شوية، والباقي زي ما انت شايفة، مش فول، عسل بالطحينة، بيض عيون مفقعة، بيض مكحرة. لا 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 لا، أنا مش فاهمة أي حاجة من اللي أنت بتقوليها دي خالص. أنا هاكل من القرف ده. قرف إيه يا مفعوصة أنت؟ حناكل أكل بهايم ولا إيه؟ لو سمحت ما تتكلمش معايا، أنا ما وجهتلكش كلام. طيب يا حبيبتي، أجيب لك جبنة بيضة؟ ممكن. طيب هروح أجيب لك رغيف عيش وحتة جبنة بيضة من الصفيحة. صفيحة إيه يا هدية؟ ما تقفلنيش. بصي هاتي الجبنة من غير ما تحكي لي أي تفاصيل. من عينيا، وبالمرة طلع الفطور للعيانين. خلي بالك ما تدخليش الأوضة لا تتعدي وتعدينا كلنا. ما تخافيش، هحط لهم الفطور قدام الباب. بتردي على الهتيرة دي؟ يا انت ما بتدخليش بديها اكسر الطبق على نفوخك. طب اكسره كده على نفوخي وانا احبسك. يا بنت جبت القدرة دي منين؟ أنا خايف يكونوا مش معقمين البتاع ده، مش بعيد يكون كان في يوم من الأيام تحت لسان أشرف ولا فزاع. ياو. طب أقول لك، حط أنت تحت لسانك عشان أنا بقرف، وأي درجة حرارة هتطلع أنا راضي بيها، ما أنا زي زيك. إيه يا جوني ده، أنت بتجرف فيا يا توماس؟ يعني أنت هيجرى لك إيه؟ ما أنت عيال خالص وبتموت أهو. لا يا عم مش عايز. يا سي جوني، الوكل ها على الباب، حد يجي ياخده. مرسي يا هدية، مرسي.
بقينا بنتعامل زي المساجين والمعازيل. توماس 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 بليز بليز قوم 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 هز طولك قوم يلا قوم هات الاكل من ورا الباب. انا الحمى هداني. لا ريلي هداني. يعني انا لسه سليم يعني يا جوني؟ ما انا كمان الحمى هداني. اقول لك قولي لاشلي. اشلي اشلي ما تستعبطيش انت صاحيه. ايه ده انت عرفت منين؟ ما هو باين عليكي فيك قوي يعني. ما حدش بينام بيبقى نفسه عامل كده ولا وشه عامل كده. يا جوني انا مش قادره ارفع ايدي. هقوم ازاي يعني من على الكنبه؟ خلاص خلاص موت من الجوع عشان كلكم كسلانين. توماس توماس ايه هات الريموت. هو ايه هات وخلاص؟ يا هديه يا هديه ايه القرف ده؟ انت اللي اسمك هديه. ايوه يا حبيبتي في حاجه؟ الاوضه دي ما اتنضفتش ليه؟ وشنطه الهدوم بتاعتي ما حدش شال حاجات منها وحطها في الدولاب ليه؟ حاضر انا هشيل لك الهدوم بتاعتك في الدولاب. والاوضه دي هتنضف امتى بقى؟ بكره الصبح ان شاء الله لما تاجي ام بعبيكه هخليها تعمل لك اوضتك اول اوضه. ايه؟ وانا هفضل في القرف ده لحد بكره الصبح؟ قرف؟ طب اعمل لك ايه طيب؟ نضفيها انت. ايه؟ ايه انا قلت حاجه غريبه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي اقفي عوج واتكلمي عدل. انا هنا ست الدار وانت هنا ضيفه والضيف عندينا ملهوش غير الادب. يعني انت تقصدي ان انا مش مؤدبه؟ ايوه طبعا قليله الادب والربايه كمان. انا قليله الادب يا جهله يا متخلفه؟ انا جهله ومتخلفه؟ ايوه انت جهله ومتخلفه وفقره كمان. توماس توماس ايه يا عم انت في ايه في ايه؟ دي خناقه تحت ولا دي هلوسات حمى؟ هي كده تقريبا. هي ايه هلوسات ولا خناقه؟ خناقه يا جوني خناقه. ليه يعني مين انت بتضرب؟ توماس توماس يا جوني انا جنبك بتضرب ليه؟ قوم شوف الخناقه دي. طب ما تقوم انت. كل ما اقول لك حاجه تقول لي قوم انت. طب ما انا تعبان يا جوني. دي مين تقول لي دي مين تقول لي دي مين عليا ولا تقولي لي بكره؟ الكبير بس هو اللي يقول لي بكره. سامعاني ولا مش سامعاني؟ لا انت بقى اشلي اشلي جوني مش قايمه. انت عارفه انا كنت هكلمك في ايه اصلا؟ انا كنت هطمن عليكي. انت جوز كلاب. توماس 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 ايه؟ قوم هات الاشياء. ليه يعني مين انت يا تفتوف انت؟ يا بت ده انت قد كده. ده انا لو سفخت الكف هموتك في يدي. موتيني ده ايه ده؟ انا اوديكي في داهيه. انا عاوزه اروح فيكي في داهيه. مش كفايه مستحملين قرفك من ساعه ما جيتي؟ كمان هتغلطي فينا يا بزوايا انت؟ احترمي نفسك بدل ما اطلب لك البوليس. انا عاوزاكي تطلبين البوليس والناين وان وان كمان عشان ياجوا يلموا جدتك اللي هقطعها قطيع باسناني حته حته. ويكون في معلومك اذا كان اهلك ما ربوكيش في امريكا احنا هنا هنعرف ونربوكي صح. خضتني اسمك ايه؟ خضتني يا شيخ. خضتني يا شيخ. كنت فين؟ الفطار فين؟ خلاص خلص بح يا نغنوغه. خلص يعني ايه؟ وانا هاكل ايه؟ خش المطبخ دوري في بواقي الوكل يمكن تلقي حاجه تاكليها. ما اعرفش حضرتك بتروح فين. انت يا بابا انت خلي بالك انا واقفه هنا. ترجع منين؟ هدية فين الجبنة اللي انت جبتيلي منها امبارح؟ في الصفيحة. طب ممكن تدخلي تجيبيلي منها حتة او عيش؟ الصفيحة عندك هنقة في المطبخ لو جعانة خش انت هاتيها. انتوا فاكرين يعني عشان انا قاعدة عندكم تقدروا تتحكموا فيا؟ على فكرة انا اقدر اعتمد على نفسي واجيب كل اللي انا عايزاه. يا واد يا اندبندنت. يا لهوي بالي تسلم يدك يا هدية. ده انا بطني طقللت من كتر الوكل. بالهنا والشفا يا كبير مطرح ما يسري يمري. بس انت عملتي وكل كتير قوي ليه؟ ده احنا تانين بس هنرمو الباقي. معلش يا كبير كله من فضلة خيرك. عبال ما تغسل يدك اكون انا عملت لك الشاي عشان تحبس. لا شاي ايه؟ وانا في مكان في بطني؟ هاتيلي فوار عشان افك. من عينيا يا كبير.
جعانة قوي يا كبير، والله حرام اللي احنا بنعمله فيها ده. حرام ايه؟ دي بنتي عن طوز ومن خير على الفوق، احسن عشان تتربى. هدية. هدية، انت مش قلتيلي ان البنت اللي هتنظف هتيجي امبارح؟ ما هي جت امبارح. طب ليه ما قلتيلهاش تنظف الاوضه بتاعتي؟ ما انت كنت نايمه. طب ليه ما صحيتنيش؟ مش انت قلتي ما عاوزاش حد يصحيكي؟ طب مش ممكن تكلميها وتيجي تنظف الاوضه؟ لا طبعا مش ممكن، عشان دي بتجيلنا من اخر الدنيا، وبعدين معاهاش مضير. طب هي هتيجي امتى تاني؟ اول الاسبوع اللي جاي وعليكي خير. اول الاسبوع الجاي؟ والأوضة بتاعتي هتفضل كزرة كده لحد الأسبوع الجاي. هنعملوا إيه يعني؟ أدي الله وأدي حكمته. أنا هنضف الأوضة بنفسي. إيه تاني؟ أنا هحتاج شوية حاجات عشان أنضف الأوضة. هتحتاجي إيه يعني؟ منفضة ريش، ومكنسة كهربا، وديتول، وزعافة. من عيني، وما عاوزاش معطر جو كمان. ايه ده؟ اهو ده اللي حدانه. طب وانا هنضب بيهم ازاي دول؟ دي تكنسي بيها، ودي تمسحي بيها، ودي تنظفي بيها. اتلافي. وبقي كنسي الاول قبل ما تمسحي عشان ما تطينيش الدنيا. فهماني يا بزوايه؟ مسحت وكنست ولا مو بعبيك الشغال. احسن تستاهل. بس بامانه يا كبير، البت صعبت علي قوي. ما يصعبش عليك يا غالي، دي بنت جبروت عايزه تضرب البلغ على نفوخها عشان تنعدي وتبقى عاديه. ووه، دول قالوا الكهرباء هتتقطع النهارده يجي 3 ساعات. احسن بردك، الواحد يعرف ينام في هدوء. تصبح على خير يا ولي. وانت من اهله يا كبير. ليه؟ أنا سو. نعم. أصل النور اتقطع وأنا بخاف أنام لوحدي في الظلمة. يا حبيبتي، طب تعي نامي معانا. تجي تنام فين يا هتير أنت؟ يا كبير، البت خايفة تنام وسطينا. معلش لو سمحت، وهوعدك أول ما النور ما يجي هروح على أوضتي على طول. ماشي، خشي. أنا هنام دياركم هنا على الكنبة. هدية، هو بيشخر. واه بت، اتخمدي عاد اتخمدي.
ريلي ثانك جاد ان احنا خفينا. انا كنت فاكر ان هفضل طول عمري محبوس في الاوضه دي. يا جماعه انا جعان قوي، انا عايز اكل دلوقتي حالا. وانا كمان هموت واكل. هاي شطوره. يا الف حمد لله على السلامه، يا الف حمد لله على السلامه، حمد لله على السلامه يا سي جوني، حمد لله على السلامه يا سي توماس، حمد لله على السلامه يا اختي يا حبيبتي. ميرسي. لا بقى ده احنا النهارده نطبخ لكم حاجه ترموا بيها عضمكم. انت يا نعناعه، انت يا بنت. ايوه يا ابله هديه جايه اهو. تعالي هنا. سو كيوت. اشوفك بعافيه. سو كيوت. هي مين دي؟ مش عارف بس شبهك قوي. شبه انا؟ بلوندايا. غريبه يا جماعه، دي عارفه اسمينا كويس. انت عبيط يا ابني؟ انا العمده، يعني اشهر واحد في المنطقه دي كلها، وانتوا كده كده ماشيين في ديلي فاتشهرتوا. anyway فين سو؟ سو؟ في موشن لفهلة نزتة لقفها ميسي 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 من جون جون ميسي يا ميسي يا ميسي يا معلم حس زطالة في المديق. مين؟ أنا جابر يا كبير. أنا نايم يا جابر، نايم. أنا نايم بس دي أمر مهم قوي يا كبير. عم قدلها لك يا حبيب. موضوع ما يستناش يا كبير. انطر حال، قلت لك بعدين يا اخي. راجل تبت. تعالوا لي بقى، ده انا حشيلكم الطين. جوماني عاد ما سكتش، قلت لهم الشغل بالمرج عادي ما ينفعنيش، ده احنا لسه ما خلصناش نص المخزن، ولا فاكرين يعني ان انا راجل كبير؟ انت راجل كبير صح لكن عصب. بلك انت انا السنه اللي فاتت كنت بليز اثر بليز. الرجاله سمعوا البوجين دول قاموا نزلوا على الشغل كيف التراب. جاني حمزه وقال لي حاجه غريبه قوي قوي قوي. ايه حاجه غريبه قوي 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 دي؟ قال لي انهم لقيوا خزنه قديمه قوي من ايام المرحوم الكبير قوي، ورثها عن جدود جدود جدوده. ايه وبعدين؟ وهم بينفضوا الخزنه كان عليها تراب ياما، التراب ده دخل في نقاشيشي، قوم ايه؟ عم جابر عم جابر، انت عايزني اقطع شراييني ولا اشنق نفسي عشان تستريح؟ ليه؟ بليز بليز قصر، فين الخزنه دي؟ في المخزن. حلو قوي. انت الرجاله يحطوها في اللوبي وانا هجي لك حالا. يحطوها في البوبي؟ وندرفول. زي ما اتفقنا يا كبير، كل اللي هنطلعه من الخزنه دي بالنص ما بيننا. توكلنا على الله. اهدى. بحبك يا كوكي وبوسه كمان. الكبير قوي كوكي. دي القيامه قامت يا اولاد. وإن كوكي ده اسم بلدي قوي. أنا معاكو. بص خلي ده من نصيبك أنت، يعني ما مش عايزه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ده؟ كل دي عقود جواز باسم الكبير قوي؟ ده عقد باسم سناء عبيد السيد. بنت عبيد السيد. أيوه. وده اسم نبوية حامد أبو بكر. ايوه بنت حامد ابو بكر. وده باسم رضا عبد التواب البهنسي. ايوه بنت لتنجس. بنت عبد التواب البهنسي. ما شاء الله وعرفت كيف. سوبر باور. ولسه الله يخرب مطنك يا كبير، ما فيش واحده في البلد لما حطيت عليها داد. اوب 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 الكبير قوي مع الشحرورة. الشحرورة تحكي قصة أسرع زواج في حياتها. أجمل 6 ساعات قضيتهم في حياتي. اسمك سيظل محفور في قلبي للأبد. سنظل أصدقاء لن أنساك.
حتى الشحرورة ما سلمتش منه. بص، هو ماليش على الحكاية دي بصراحة. يوردات كان زير يا معلم. اخرس يا توماس الجحش من ده الزيريات الكبير قوي. هو ما يقصدش زير بمعنى زير، يعني هو يقصد يقول انه فلاتي وبتاع نسوان. اخرس يا جحش انت كمان، الله يكشفك يا بوي. اهدى. هيكون ايه يعني؟ ما هو صندوق اهو. ما انا عارف يا هتير انت ان صندوق حديد، هنفتحه كيف ده؟ وايه اللي جابه هنا؟ انتوا لقيتوه؟ ايه ده؟ انت تعرف قصته؟ بليز احكي لنا يا عم جابر، بليز احكي لنا. جدكم الكبير خالص لقي الصندوق ده وهو بيفحر علشان يرمي اساس البيت اللي احنا قاعدين فيه ده، ومحدش كان خابر كيف يفتح الصندوق. جربوا كتير وحاولوا كتير لحد ما زهقوا وعرفوا ان الصندوق مش هينفتح غير بحل اللغز اللي مكتوب عليه، ومن ساعتها واحنا ما نسمعش حاجه عن الصندوق. اوكي طيب، ما نمشي زي قواعد ما بتقول، مش في لغز على الصندوق؟ ايوه. تمن قطط وبينهم اخطبوط وحلهم في السطح ملطوط. فينك صعل عليه؟ هات يا عم. تمن نقط وبينهم خطوط والحل في السطح موجود مش ملطوط. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسيوا الأساس، دلول الأساس ما كان السطح موجود. إيه الكلام الغريب ده؟ أنا ما فهمش حاجة. أساس وسطح ونقط وخطوط حاجة مخول. نقط وخطوط، نقط وخطوط، بس أنا فهمت. إيه ده؟ سحر. سحر كيف؟ سحر. ما تعرفش السحر؟ ما عرفش السحر كيف يا ولي؟ معروفة، الراجل اللي بيطلع الفرودة من تحت باطه ويطلع الأرنب من البرنيطة. لا، مش السحر ده، ده سحر الخطوط. خطوط ايه وكروت ايه يا هتير انت؟ اللهم احفظنا، اللهم احفظنا. الصندوق ده معمول عليه عمل، وفي جن مقرمط على الصندوق ومكلبش فيه، وعمره ما حيسيبه إلا لما يتفك العمل من عليه، وساعتها يتفتح عادي جدا. انت هتلبسينا ليه يا ولية؟ اللي نتلبس على اخر الليل. الله اكبر، الله اكبر. بعيد بعيد، سمحوه ما يعرفش. حاسب على كلامك يا كبير، دول معانا وحوالينا في كل مكان. تقول لي معانا وحوالينا في كل مكان يا ولية؟ حداك كلمة زينة قوليها، ما عندك اسم كتمة. ما فيش غير مولانا الشيخ شديد، هو اللي هيفك اللغز ده. مين الشيخ شديد ده؟ الشيخ شديد ده راجل مبروك. ولا راجل مبروك ولا راجل مزنوق، انا ما عرفتش نفسي في الحاجات دي يا كبير. ضرب خيارة وقطمها جحش. حارت ودارت فيه الناس، بصوا للسطح ونسوا الاساس، دلول الاساس مكان السطح موجود. لا الكلام ده ملهوش معنى، الكلام ده تخاريف. انا بقى حاسه ان الحل في الثلاث كلمات المكتوبين باللغه الغريبه دي. اكسكيوز مي، يعني انت عايزه تقولي لي ان الثلاث كلمات دول هيقولوا لنا مفتاح الصندوق فين؟ ايوه طبعا. امال السطرين اللي فاتوا دول كلهم عباره عن ايه؟ ماركه الصندوق؟ لا لا، بص، الثلاث كلمات دول ممكن يكونوا عباره عن يعني جنب باب الشقه، تحت سكات السفرة، الشنطة اللي فوق الدولاب. بالرغم ان الجملة الاخرين اللي انت بتقوليها دي اربع كلمات بس انا فهمتك. طيب سي ان انت صح، معناهم ايه الثلاث كلمات دول؟ بص انا مش عارفة، بس انا هحاول اعمل عليهم سيرش يمكن اوصل لحاجة. اي جالت في ايه؟ لقيت حل اللغز. بص بقى يا معلم، حل اللغز ده في العلاقه التعمديه بين السطح والاساس. السطح هو سطح البيت ده، والاساس هو ارض البلد. لو ركزتوا معايا هتلاقوا ان في البيت ده في اربع اركان باربع نقط، وفي المزاريطه كلها اربع اركان باربع نقط، يبقى كده المجموع 8 نقط. الثمان نقط دول لو مدينا خطوط مستقيمه بينهم هنلاقيهم الثمان نقط دول هيودونا لثمان اماكن مختلفه. الثمان اماكن مختلفه في البلد دول هيبقوا بينهم خطوط مش متقاطعه مع اي خطوط ثانيه، لكن لو احنا مدينا خطوط متقاطعه معاهم هنلاقيهم كلهم بيتمركزوا في النقطه دي. والكلمه الوحيده اللي محدش اخد باله منها في اللغز ده هي حارت ودارت. هي ايه حارت؟ يعني ايه حارت ودارت؟ يعني حوران الشمس ودورانها. انا حسبت لقيت ان الشروق بيخرج من النقطه دي والغروب بيخرج من النقطه المعاكسه ليها اللي هي دي. لو مدينا خط من الشروق والغروب هنلاقي ان الخط ده ما بيتقطعش غير مع خط واحد في نقطه محدده قوي، وهي النقطه دي. محروق حورانك على دورانك على خطوطك يا اخي، ده الكلام اللي في الصندوق اسهل كتير. جوني ما تقوليش ان انت ما فهمتنيش. طبعا ما فهمتكش طبعا، يعني بس واضح ان الهري اللي انت هريته من شويه ده كلام مدروس وموزون. وفين المفتاح؟ المفتاح مدفون في النقطة دي. No way.
هو ايه المفتاح يكون هنا؟ جوني انا حاسبها قدامك اربع مرات. بص امشور المفتاح هنا. توماس انا العمده، ما ينفعش ابقى ماسك معول وبحفر هنا، شكلها هيبقى ويرد. لا ما تخافش، احنا مش هنحفر هنا، احنا هنحفر جوه. ار يو كريزي؟ الناس جوه عيانه. شوف شوف الراجل بيموت اهو اهو، نعمله زي داست ودوشه، انت مجنون. احنا مش هنحفر في المكان كله، احنا هنحفر في نقطه معينه، والنقطه دي ممكن تكون في حته يعني مش قلق قوي. انا مش ممكن اشكك في عمل شيطاني زي ده. جوني كامون المفتاح جوه. جوني ايه ده امال يا كبير؟ ده كيف في الوجع المربربه دي؟ هو الشيخ شديد ده اتاخر ليه؟ معلش يمكن الطريق زحمه ولا حاجه. الشيخ شديد يجي لك من بعيد، ما تهمهوش الزحمه ويفوت في الحديد. في فراخ بريه لدينا مطعم وليه. مالك يا برنس قلقان شويه؟ فتهدى يا كبير. شفت عرف اسمك كيف؟ بسم الله ما شاء الله. هات اللي عندك يا كبير. شوف باختصار كده، جدي الكبير خالص وهو عم يحفر في اساس البيت لقى صندوق صغير كده، والصندوق فيه شيء سمين وهو ده المراد. مظبوط. كمل. الصندوق ده اسم الله على مقامك مكتوب عليه لغز، وما ينفتحش الصندوق غير لما تحل اللغز اللي عليه. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. اني قنقر اللغز بيقول ايه؟ بقول لك تم النقط وبينهم خطوط. قول لي نقطه منهم. انت حتروش يا شيخ. موها كمل. تم النقط وبينهم خطوط، والحل فوق سطحهم موجود، حارت ودارت فيهم الناس، بصوا للسطح ونسوا الأساس. لولا الأساس ما كان السطح يكون موجود. موجود موجود. احنا شاكين كده يا مولانا ان الصندوق ده عليه سحر الخطوط، وان فيه جن مقرمط على الصندوق ومسوجره، وعشان كده احنا جينا لك عشان تفك لنا اللغز ده. هو سحر الخطوط من ايام الجدود في الصندوق موجود، وهيفضل ممدود لحد ما يقول الاوان والمستخبي يبان ونفك القيود. وهنفك القيود ده كيف يا مولانا؟ نعرف الاول مين الجن اللي مقرمط عليه ونساله عايز ايه، وهنعرفه كيف. نجيبه هنا وسطينا ونستفسر منه. هنجيب مين هنا يا راجل مخبل انت؟ ها براحتك، ده باينه يبقى مرار طافح. نركز بقى شويه مع بعض عشان نحضر الجن سوا سوا. انا اللي هسيبكوا سوا. اقعد اقعد. الحركه اللي هعملها دلوقتي لازم تعملوا زيها بالظبط، واللي هيغلط انا مش مسؤول. يلا يا جني قرب مني قبل ما ماما تسأل عني. يلا يا جني قرب مني قبل ما أمي تسأل عني. ماما ماما حاضر. انت مين؟ انت مين وعايز ايه؟ انا سمير يا شدو، انت نسيتني ولا ايه؟ اهلا سمارة، ازيك يا سمرة عامل ايه؟ تمام يا شدو، انت اخبارك ايه؟ تمام يا صاحبي الحمد لله زي الفل. ينفع كده يا عم سمير؟ ما نتقابلش غير في الشغل وبس، ما فيش مره تعمل لي مفاجاه وتشد المدام في ايدك وتيجي تزورني؟ مشاغل بقى يا شدو انت فاهم. خير؟ انت بعتلي في حاجه؟ انت مزعل الناس الحلوه دي منك ليه؟ مفيش يا عم جديد، ده كان حوار كده بيني وبين الراجل اللي دفن الصندوق ده. ايه حوار قلق يعني ولا ممكن نحله حلو كده بالمحبه؟ مفيش، كان واخد مني فلوس يا عم ومات من غير ما رجعها لي. كام يعني؟ 25,000 جنيه. قريبه يعني. والراجل الكبير بتاعنا ده راجل كباره وما تفرقش معاه المبالغ التافهه دي، احنا بس كنا طمعانين في كرمك تنزل لنا باكوين ولا ثلاثه. عذبه بس ما تموتوش. ما هي ما فيهاش اصلا يا شدو، وبعدين زمان ال 25,000 دول كانوا ضلع، انت بس مستهيف الرقم دلوقتي. انا لو حطيتهم في بنك كانوا عملوا لي كام؟ وانا بقى لو قلت فوايد ولا عوايد وجبت معاك من الاخر لما لقيتك انت اللي في الطالعه دي. معلش يا سمره، ما احنا اصحاب برضو، الراجل الكبير بتاعنا ده راجل محترم وعايزين نعمل معاه اي واجب. بس ما تجيش عليا برضو يا عم جديد. وانا اقدر برضو يا سمره، مفيش غير بس الباكوين اللي قلتلك عليهم. ها
قلت ايه؟ بس يعني ما بسش بقى يا عم، هي حلوة قوي كده جبرت عشان خاطرك انت بس يا شدو. ربنا يخليك يا صاحبي، اهو كده استبينا. يلا شد ومد. سلام يا شدو. مع السلامة يا سمرة. ايه رأيك بقى يا عم؟ اظن كده خلصت لك الحوار بتاعك تمام التمام، واحمد ربنا ان هي جت في سمير. لو كانت جت في جني حراق كان طلب منك دولار ويني ويورو، وكان قال لك كاني وماني ودكان الزلباني. ربنا يبارك لك يا شيخ جديد، الواحد مش عارف من غيرك كان هيعمل ايه. الحمد لله. خد يا كبير الحجاب ده وتبعت لي الفلوس مع اي حد، والساعة 12 بالظبط تكون وصلت الفلوس لسمير. انت تفتح الحجاب ده ترشه على الصندوق يقوم مفتوح على طول، وما تنساش تبعت لي العمولة بتاعتي، انا باخد 10%. مسافة السكة والفلوس هتكون عنديك، بس انت متأكد يعني ان الصندوق هينفتح وهنول المراد؟ حي حي، هتنول المراد من رب العباد. الساعة 12 ها؟ يا بنت الساعة 12. طب يعني اعمل ايه؟ فض الحجاب على الصندوق. لا فضيه انت. لا فضيه انت. انت خايف يا كبير ولا ايه؟ اه طبعا لا، بس يعني ممكن يكون في عفارة ولا غبارة، وانت عارف عندي حساسية. ماشي. امسك نفسك يا كبير، بهزر معاك. تاني مرة تعملي اضربك بالجزمة. حقك علي. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يا ابن ال زي الزفت. على فكره بقى انا توصلت لحاجه، مش خط التقاطع ده كان مودينا على نقطه؟ النقطه دي هي نقطه الشرطه. هو انت مصمم تودينا اي داهيه وخلاص؟ مش مكفيك ان العنبر كله دخل العنايه المركزه بسببنا؟ انا عمري ما هنسى شكل الراجل العجوز اللي هو بيعرق ده، وكان عمال يترجانا عمري ما هنسى. معلش اوعى. طب معلش، مش انا قلت لكم يا جماعه ان اللغز ده كلام فارغ؟ ما صدقتونيش. انا بقى متاكده ان حل اللغز ده موجود في الثلاث كلمات المكتومين باللغه الهيروغليفيه دي. ووصلت لحاجه؟ يعني خلصت معظم الرموز، فاضل لي بس ثلاث او اربع رموز كده، هقعد اعمل عليهم سيرش عشان اخلصه. محروق السحر على الشعوذه على شورتك يا فتايه. حقك عليا يا كبير. طلع نصاب والبلد كلها تعرفه والحكومه عارفه. وانا ايش عرفني يا كبير؟ فين زفت الصندوق ده؟ اهو صندوق اهو يا كبير. هكسره. كسر ايه يا مجنون؟ سيب مش من حقك. آه بس فهمت. فهمت إيه يا جحش أنت؟ اللغز الثمان نقط اللي بينهم خطوط هم الصندوق، الحل على السطح موجود وهو سطح من أسطح الصندوق ده، يعني حارت ودارت فيه الناس وهو ده اللي حصل لنا دلوقتي. صدق معاك حق، لو الكلام على الصندوق ده يبقى السطح هو الحتة اللي فوق والأساس هو الحتة اللي تحت. Exactly. طب وإيه موضوع ده لولا الأساس ما كان السطح موجود؟ لا دي حكمة كده بتتقال في الآخر عشان الناس تتوهم ويبقى فيه جو سسبنس. أقعد افتي أقعد افتي بعرفك ده. وصية الكبير خالص جدي إلى أبنائي وأحفادي، أو أي شخص يجد هذا الصندوق ويستطيع أن يحل اللغز الموجود عليه، لقد تركت ثروتي كاملة لك حلال عليك، الثروة التي ظللت أجمعها طوال 50 عاما من عمري، وقد جمدتها في صورة ذهب منعا للتلف، وهي موجودة بداخل الصندوق. إيه دي؟ جنيهين ذهب، ولكن ليست هذه هي كل ثروتي التي تركتها،
الثروة الحقيقية التي يجدها من يفتح الصندوق هي الحكمة والصبر والعزيمة. حلو قوي، انت تاخد الصبر والعزيمة والحكمة والحاجات دي وانا اخد الاتنين جنيه ده. هم يعملوا كام يا توماس؟ About 2500. لا لا خليهم لك. بس انا حلفت الحروف اللي ناقصة. صنع في الصين، صنع في الصين. مالك يا جابر قاعد كيف المركبة غرقت ليه؟ مستنيك يا كبير، كنت عايزك في موضوعك ده. خير ولو إن ما يجيش من وراك خير. امبارح قمت من النوم لجيت رجلي. لا قصر قصر وانجز وخلص. رحت للدكتور بتاع الوحدة قام قال لي لازم أرقد في السرير أسبوع. عاوز تاخد أجازة يا جابر؟ ربنا يديك الصحة. لا لا ليه بس يا كبير، بقول لك تعبان. انت يا رجل انت مش لسه واخد اجازه الاسبوع اللي فات؟ الدكتور قال لي العلاج لو ما نفعش لازم نتدلع على مصر عشان اعمل اشعه على رجلي. جابر ثلاث حاجات مع كلهم شو واصل، السوشي والوكل البايت والاونطه. يا كبير يا كبير بقول لك تعبان وانا محتاج الراحه دي قوي. لا يا جابر. وحياه الست هديه عندك يا شيخ. لا يا جابر، جزر وقطمها جحش. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. عم جابر، عم جابر، عم جابر. خير يا دكتور طمني. انا اديته حقنه تنيمه لحد بالليل. طب هو حصل له حاجه؟ الظاهر لما وقع دماغه اتخبطت على الارض جامد فعملت له حاله هلوسه نادره بتيجي بعد الصدمات. المريض فيها بيتهيأله انه شخص تاني غير نفسه. شخص تاني كيف يعني؟ يعني مثلا لما دخلت عليه كان فاكر نفسه حسين رياض في واسلاماه وعمال يقول انت فين يا جهاد؟ انت فين يا جهاد؟ ومسكتش لما قلت له انا هنا يا سلامه، انا هنا يا سلامه. ايوه 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 ايوه، ده نفس المرض اللي جه للست شاديه في فيلم عفريت مراتي. لا ده اللي جه لفردوس عبد الحميد في ليله القبض على فاطمه. الراجل ده لازم ياخد الدواء اللي كتبت له عليه، ولازم كل اللي حواليه يسايسه وتاخدوه على قد عقله لغايه ما يخف بدل ما يتنكس تاني ويخش في غيبوبة والله أعلم هيفوق منها ولا ما يفوقش. طب هو حيروق ميتة يا عالم؟ يا وجع مربربة. أنا مرضيتش أكلم البوليس بس أنا بحملك المسؤولية كاملة يا كبير لو الراجل ده حصل له حاجة. ذنبه في رقبتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما كانش حقك تهزر معاه جامد كده يا كبير، ده راجل صحته على قده وكان هيروح فيها. خلاص عاد، خلاص عاد يا هدية، ربنا واحد عالم باللي فيه. يبقى شخص ثاني كيف يعني؟ عم جابر، جابو، انت فين؟ انا جاي اطمن عليك، سمعت انك عيان. عم جابر، اوه ماي جاد، حد شافك وانت جاي؟ فيها ايه لما حد يشوفني وانا جاي؟ فيها ايه؟ الانجليز متوترين في البلد والبوليس السياسي خارب الدنيا. انجليز ايه وبوليس سياسي ايه؟ ايه الهري اللي بتهريه ده يا عم جابر؟ لا انت ما دريتش باللي حصل. لا بقى هتروش وتقول لي حصل وطحينه وطحينه من النوم وجو الثمانينات داخل. فتحوا الكوبري على ام زهره. فتحوا الكوبري على ام زهره؟
طب وظهر رياكشنها ايه؟ يا ولدي بقول لك فتحوا الكوبري على التلاميذ في المظاهرة. التلاميذ؟ اوكي. قول من الاول. اوكي. يبقى احنا لازم نتحرك بسرعة. طبعا لازم نتحرك بسرعة. يلا. مش كده. اسرع يلا. يا ولدي مش كده. انا عايز اريحك. لازم نتحرك بسرعة ونخلص من المنشورات اللي عندينا دي يا شكري. شكري؟ هي جابت شكري؟ او ماي جاد. هدايا يا حبيبي. خير؟ عم جابه ساحت منه على الاخر. هو في ايه بالظبط؟ ما عايش معانا ولا ايه؟ من ساعة ما دولة مصطفى النحاس باشا. وين المنت؟ دولة دي تبقى انتيمة ام زهرة؟ انتيمة مين يا جوني؟ هو قصده مصطفى باشا النحاس. الراجل وقع على دماغه وجاله لطف، دقته رحمة، من شوية كان فاكر نفسه ماما نوني. معلاش سايسو سايسو. المنشورات دي لازم تتوزع النهاردة. وماله نوزعوها؟ ما نوزعوهاش ليه؟ كل واحد عارف المنطقة اللي حيوزع فيها. عارفين. طب انت هتوزع فين يا هنادي؟ الجامعة وشارع قصر النيل. وانت يا شكري؟ شارع شهاب وفرغلي جامعة الدول ان شاء الله. على بركة الله. مد يدكم. كله بامية صح؟ كله بامية ايه؟ مد يدك. الله، الوطن، الثروة. Whatever. بس يا دي كفايه، بس يا دي كفايه صداع. كفايه كفايه، خرب بيتك. كخ يا كخ، كخك ده. ايه القرف ده؟ كوكو. ايوه صح، ده كوكو. كوكو عاوز كوكو؟ اديله كوكو يا عدي. من عيني كوكو دي. يا دي كوكو بتاعتي انا. كوكو دي. دي كوكو الكبير يا كوكو دي. مالك صالح بيه؟ كوكو دي حرام يا كبير، اديها له يا ما دي زي دي يا كوكو دي. اها اها كل دي. ماما اتجننت. بيوكلك يا كبير، بيوكلك. اتشكر يا حبيبي، باكل لوحدي. كل انت عشان تكبر. يلا كل. شطوره، شايف كيف احسن اخواتك. يا مت بالراحه يا كبير، انت هتعمل عقلك بعقله، هو جدك. انت حد منين انت كمان؟ ده خلفني. معلش يا كبير، الدكتور قال لازم ناخده على قد عقله. انسيسوه انسيسوه يا كبير، ولا يتنكس. خلاص يا حبيبي، خلاص حقك عليا انت. خلاص عاد، الكبير ده زين. الكبير عفش. لا زين. عفش زين. الكبير عفش. شوفينك حل فيه الطفعيه، يا اما تاخد الوك. يلا كل مام، اقول لك غني له يا كبير، غني له. غني له ايه يا هتير انت؟ يلا يلا غني معايا. هم المام يا روحي يلا جايبه لك نم، كل واكبر لي يا روحي يلا. هم المام، هم المام. مبسوط يا حبيبي؟ جش القبضتين المدمرتين. تضربني ليه يا مازنجر؟ ده انا بحبك. انت بالغضب وجاي عشان تدمر المدينة. ابدا مش هخليك تدمرها. اتفضل القهوة يا كبير. ها ايه الاخبار النهاردة؟ الاخبار زي الزفت. هو الواد فزع مش هياجي عشان ياخده يديله الحقنة؟ انا عارف عوق ليه الواد ده، بعتله من بدري. هدمرك يا ابو الغضب. ماشي ماشي، اشرب القهوه واديك تدمرني. طب وبعدين يا كبير، ده اديله اسبوع على الحال ده، هو هيفضل يديه على طول ولا ايه؟ تفي من بوقك يا ولية، يفضل يديه على طول كيف؟ ده اللي قربت احصله. بعد الشر عليك، روق دمك واشرب قهوتك، وان شاء الله ربنا هيشفيه ويريحنا. امين يا رب العالمين. بوووو العاصفة. شيله من قدامي يا هديه. ماشي. شيله من قدامي. ماشي. تعال يا مازنجر، تعال يا حبيبي، تعال. مليكش صالح بابو الغضب،
اقول لك تعال ندمر المزدوج في المطبخ. تعال. هيا بنا. بلا ماخده يا كبير، بلا ماخده، بلا ماخده يا كبير. امن جنابك. تاخرت ليه يا جلوس الطين؟ ده مازنجر خارب الدنيا في الدوار. يمين بالله اول ما جنابك بعت لي انا جيت طوالي. طب شوف هتتنيل تعمل ايه مع جابر ده. امن جنابك. مازنجر يا مازنجر. تعال يا مازنجر خابر مدام افروديت والدكتور مفيد قلبين عليك الدنيا ومنتظرينك كلاتهم في المختبر. صح. امال ايه؟ اروح لهم. استنى بس هتروح على فين؟ انا كده كده رايح اخدك معايا ونلسوا بعضينا في الطريق. طب اركب وراي. ايوه امال ايه؟ دش 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 دش. ايوه بطل مازنجر. ايه الملتحم الجبار. ايه دش الكوكب العربيجي. دش اشرف اشرف. في ايه يا فزاع؟ ايه ما تلعبش بعيد يا مازنجر. ايه الله يخرب بيتك ما رحتش الارض كيف ما قلت لك ليه؟ واه اديني رايح. طب يلا روح حل بسرعه الكبير هيستعوجنا وهيطين عشتنا. هو عامل ايه بيقف على السور بيعمل ايه؟ يا نهار ازرق. مازنجر الجبار يطير الطيران الصاروخي. عم جابر. عم جابر. يا عم جابر. يا عم جابر انت زين؟ يعني يعني فين؟ انت كويس؟ روح انت يا اشرف، روح انت على الارض كيف ما قلت لك لحسن الكبير ياخد خبر. اوعاك تجيب له سيره بايتها حاجه. ماشي ماشي ماشي. سلامتك يا عم مازنجر. معلش معلش الوجعه كانت قويه شويتين يا عم مازنجر. مازنجر ايه يا ادم مخبول انت؟ اهدى انت خفيت ولا ايه؟ خفيت من ايه؟ لا يعني ما انتش فاكر. انا اخر حاجه فاكرها ايه؟ لما كنت واقف على السلم ايه والكبير زقني ووقعت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا كبير. حسبي الله ونعم الوكيل. قوم انت من ساعتها عادي يا عم جابر بقيت كل يوم تصحلنا بحاله. يوم تعمل لنا عيل صغير ويوم تعمل لنا عم مازنجر. ولا فكر يوم لما عملت لنا كابتن ماجد. انا كنت متخربط الخربطه دي كلها. ايوه يا عم جابر. ما مش هيجيبها البر الكبير ده غير لما يقطع خبري. حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا عم جابر امنت الله امنت الله. الكبير كان متاثر قوي من اللي حصل لك ده وكان حنين معاك على الاخر وانت مرضان. حنين معاي؟ ايه كيف؟ كان حيسيسك ويدلعك وانت كنت مبهدل واخر بهدله. انا كنت مبهدل الكبير؟ ايوه امال ايه هو كان مستحملك اخر استحمال. بس الف بركه يا عم جابر انك رجعت لنا بالسلامه. جابر مين يا ولا؟ مين جابر ده؟ هي اشتغلت تاني ولا ايه؟ امال انت مين دلوق؟ انا الكبير قوي. هي حصلت الكبير قوي؟ انت جنيت؟ ايه اللي بتقوله ده يا كبير؟ انت نسيت الدكتور قال ايه؟ انت قلت ايه يا دي انت ياد؟ ما قلتش حاجه. لا قلت اني اتجنيت. قلت على نفسي اني اتجنيت. انا بحب اقول على نفسي اني اتجنيت. ما قدرتش اقول عليك حاجه. انت كبير قوي. طب ادري روح هات لي الصابون بتاعي من تحت الدولاب. هجيبه لك انا يابا. لا يا هديه انا بكلمه هو. يلا يا طحش عشان خاطري. غور بتعمل ايه يا اد؟ وانا هلبس الصابون حالي ولا ايه؟ وانت عاوزني اعمل لك ايه؟ اشيلك البسك الصابون؟ تعال قلعني البلغه ولبسني الصابون. معلش يا كبير هو ما خبرش بيعمل ايه؟ فز يلا. اي 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 عورت. قوم امشي. غور غور مش عايز منك حاجه. بتصغر لي كده ليه؟ ما تيجي تديني قلمين احسن. يا ريت. بتقول ايه؟ ما بقولش حاجه. طب يلا غور امشي. تعديه انا رايح مشوار. رايح مشوار بدل ما اصور قتيل الا لادي. وانت يا بنت يا هديه. نعم يابا. اعملي لي كوبايه شاي اروق بيها دمي بدل اللي عكرهولي الطحش ده. حاضر. ولا اقول لك ما تعملي لي كوبايه عصير. حاضر يابا.
ولا احسن يعني تعملي لي طاجن رز معمر وحطي لي عليه وزه وكوبايه عصير. من عناية يابا. والله وبقيت كبير قوي يا جابر. انا خلاص ما عدتش قادر استحمل رزالته وقله ادبه. هنعمل ايه يعني يا كبير؟ ما هو انت بس لو ما كنتش قفلت مخك ورميته من فوق السلم ما كانش حصل اللي حصل. يا ريتك كان راح وخلصنا بدل الذل اللي هو ذلله لنا ده. حرام عليك يا كبير، بعد الشر. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. انا اللي ما فهموشي، ايش معنى الكبير قوي اللي قافش فيها دي ليمين؟ ما هو كان كل ساعه بحاله، ايه اللي جرى له؟ ايه كبير. نعم. عندي موضوع عاوز اقول لجنابك عليه. مش وقت تفاهه يا فزاع، مواضيعك كلها تافهه. لا 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 لا، موضوع مهم. نعم. اديك النهار وانا رايح المستوصف مع السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا ابي حلوف انت ما بتردش السلام ليه؟ بلدين لما ترد بعد كده تعلي صوتك عشان اسمعك. ومالك قاعد من قاس كده؟ قوم فز، انت واد ما عندكش رباية. فز قوم. زيك بتبرطن بتقول ايه؟ لا بغني غنيه وفسري، انما للصبر حدود. ومالك يا واد لو بوزك كده؟ افرده افرده لاسفخ القف افردهولك. تصفخ مين كف؟ وكمان بترد عليا يا ناقص؟ انا هربيك الفساع. ايه لفين الخزرانه اللي في يدك دي؟ ارجع ارجع. هات قدامي على الاوضه. ليه؟ هابطك. هي حصلت خلاص يا بوي، عشان خاطري سامحه المره دي. ما حدش له صالح، ولدي وبربيه. آه. ما هيعملش جنيه تاني، هو حرم خلاص. مش انت حرمت؟ قول له انا اسف. اسف اسف ايه يا جاموسه؟ انت هتعمل العمر دي الخرفان ده؟ شفتي مش بقول لك ده ناقص ربايه وانا هربيه. اسمع يا راجل، انت راجل كبير، ما تخليش اتغاب عليك. تتغاب على مين يا كلمة؟ يا وجع طينة يا مري. احب على يدك يا كبير، ما تقتلوش. هو ما دريش بيعمل ايه. قلبي قلبي ولدي بيدق فيا، قلبي وربي غضبانين عليك ليوم القيامة. فزاع خده على قطة يا فزاع السعادة. معلش يا كبير، هو ما كبير يا كبير يا كبير يا مراري. رايح فين يا كبير؟ هقتله. هتقتل مين يا كبير؟ حرام عليك. ما تعبيش نفسك يا هدية، هقتله يعني هقتله. يا كبير ده راجل كبير وعيان وما عرفش هو بيعمل ايه. هقتله بعدين نتفاهم. يا كبير استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، للشيطان ما بيخشش الواحد غير وهو مخنوق زيك كده. صدقي معك حق، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بردك حقتله. يا كبير يا كبير ورحمة ابوك ما تربسش دماغك. شوف يا هدية، انا صابر وساكت كل ده عشان انا السبب اللي حصل، لكن خلاص زمن السكوت عدى وفات. غوري من قدامي دلوقتي يا هدية، لا طخك انت الاخرى. غوري. يا كبير ما كملت لكش الموضوع. بس ما نكسرش تفات. شوف ادخل دقيقة اطخ عم جابر وارجع لك تاني. ما هو الموضوع بخصوص عم جابر. قول. انا خايف لا تكون حالته اتدهورت ومفكر نفسه الكبير قوي بسبب الوجعة التانية اللي وجعها مغاية واحنا رايحين. وجعة تانية؟ لا احكي لي من الاول وعلى رواق. خبر ايه ياد؟ انت جاي تتحجم على ابوك ولا ايه؟ العفو العفو يا ابوي. انا كنت عاوز اخذ مشورتك في حدوته صغيره قدك ده. دلوقتي انا اعرف راجل مجنون وقع على نفخه عقله رجع له تاني، وعرف اني كنت مستحمله ومستحمل بلاوي وحاطط البلغة في خشمي عشان حاسس بالذنب في اللي حصل له، وقام ساق فيها ضربني بالقلم قدام الناس، ضربني انا بالقلم. قل لي يا ابوي
راجل زي ده أكله كيف؟ فزاع، الله يخرب بيتك يا فزاع. فزاع ما شاء الله الذاكرة رجعت تاني. ها قل لي عاد أنت مين؟ أنا خدمك جابر يا كبير. شاهد على روحك يا جابر. أحب على يدك يا كبير. أنا كنت بهزر معاك. تهزر معاي؟ تقوم تضربني بالقلم قدام مرتي وفزاع؟ غلطان غلطان يا كبير، والغلط ركبني من ساس الراسي. بس أحب على رجلك. ما تقتلنيش يا كبير، ما تقتلنيش يا كبير، ما تقتلنيش. شوف يا جابر، أنا لا هقتلك ولا هقطع عيشك، عشان أنا لو قتلتك أبقى حمار. أنا هعمل معاك الألعن، أنت هتلازمني لحد ما ربنا ياخدك ياخدني. وقفت ليه يا جابر؟ تعبت يا كبير، نفس انقطع. لا شد حيلك يا مزنجة، شد حيلك، لسه قدامنا شغل كتير. شوف عاوزك بعد ما تاخذ الشوالات دي تحطها هناك، ترجع تربيعها تاني. تاني يا كبير؟ أمال، عشان تلحق تطلعهم فوق السطوح قبل النهار ما يروح. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بقول لك يا جابر، خدامك يا كبير. وانت شغالك ده عاوزك تغني لي الغنيه اللي بحبها، تطلع من بقك زي العسل. هم المم يا روحي، هم المم، هم المم يا روحي، هم المم، هم المم. حسبي الله ونعم الوكيل. خليه يتفضل. اوكي تفضل حضرتك. يا ساتر، مساء الخير يا حاج رجب. اهلا 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 بابن الغالي. يا ده انت نسخه من ابوك الله يرحمه. خلاص يا حاج. صحيح يا عالم، ده اللي خلف ما ماتش. ما ماتش كورة. جد القلب دي. على فكرة يعني أبويا ياما كلمني عنك. كلمك قال لك يا ابني ده اللي بيني وبين أبوك ما يتحكيش. اقعد اقعد اتفضل يا كبير اقعد. أهلا أهلا أهلا. يا ابني اللي عملته ده؟ والله ماني ما عملتش حاجة. يبقى في حد غريب بيننا بقى هنا. أنت اللي بتعملك ده. معلش يا ابني أصل بطني ماشية عليا شوية. ربنا يديك الصحة، هي بتبقى غازات. أنت صدقني يا كبير، دي لعبة. أنا مسجل الصوت هنا على الموبايل ده، وأحب ألعب بيها مع الناس، أحب أعمل في الناس مقالب، مقالب طوب. روش يعني بتروش. نفس الكلام نفس الوزن وال ده منها تبقى ليلة سودة. أمرني يا حاج، عاوز إيه؟ على رأيك نقول بقيمته الشغل، لأن أنا موضب لك سهرة تجنن. لا لا اعذرني، انا من جو السهرات دي لازم اعاود البلد النهارده. يا ابني انت مالك؟ انا طالع جد لمين؟ ده ابوك كان هلس واخر مسخره. ربنا يحفظك يا باشا، ربنا يحفظك، ما تدوسش عليه غير الرحمه. امرني يا حج. الغرض انا وابوك الله يرحمه عملنا شركه مع بعض من 10 سنين، وكنت متعود ان انا ابعت له الارباح بتاعته كل سنه، ودلوقتي طبعا عايز ابعت لك الارباح بتاعتك انت كمان كل سنه، ولو تحب يا ابني نصفي ونفضها على البركه برضه. والله انا ما اعرفش اقول لك ايه، يعني ما بقيش كيفك ناس في الدنيا. خلاص دلوقتي اللي يطول ياكل اخوه ياكله، يعني انا تحت امرك اللي تامر بيه. عيب يا كبير ما تقولش كده، انت زي ابني بالظبط، انت من ريحه الحبايب يا كبير. خد لك سيجاره واديني سيجاره من العلبه دي. ماشي يا حاج. يا حاج يا حاج ما تفك كده كبير، مالك متجبس سخسخ كده؟ كهربني تقول لي سخسخ. قول لي اخبار اخوك جوني. جوني؟ انت تعرف جوني؟ انت شكلك انت وابوي كنتوا كيف راسين في الطاقية. احنا عشت عمره كبير،
استنى ده انا عندي شويه صور لابوك هتعجبك قوي. ايوه رجب بيه مدام تونه مستنيه حضرتك بره. تونه ناعمه وحلوه وموت فيها لمؤاخذه كبير، انت عارف لو سبت التونه لوحدها تحمد وتبوظ. تبوظ؟ تبوظك من خدك. مش عيب تقلش مع واحد سن ابوك؟ انا اسف، انا قلت يعني اجاري الجو يعني. جارك بيه جارك. خد العب بدون غطا ما اجيلك. طب ايه راجل خلل؟ يا وجع مربربة. ده باين مرار طافح. طبعا ما انتش فاهم حاجة. لا ما فهمش. ده أكبر مقلب عملته في أبوك. في يوم من الأيام من 25 سنة. 25 سنة كيف؟ من 15 سنة. لا بردك مش منطقية. في يوم من الأيام وخلاص لقيت أبوك داخل عليا من باب المكتب. اتفضل يا حاج. انت ازيك يا سلوى؟ تمام يا حاج. تحب تشرب ايه؟ والله لو من يديك الحلوين يبقى فنجان قهوه وش تقيل مع الشال صغير بسكينه معجون. من عينيا يا باشا حبيب قلبي. بقول لك عاوز البن بتاع رجب مش البن بتاع الضيوف. لا ضيوف ايه؟ هو انت برضه ضيوف يا حاج؟ هو ده العشم، ده احنا ياما حاربنا سوا. اديله. اهلا 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 كبير رجب صديق السوق. رسول خضارة. ما تبطل جلسه عادي يا رجب، بطل جلسه. ايه يا عم غطسان فين اللي من دول؟ مشاغل مشاغل كتيره. مشاغل كتيره. طب ايه رايك ان انت حظك في رجليك؟ اشمعنى؟ لان النهارده معزوم على حفل عيد ميلاد بتاع واحدة صاحبتي عاملاه في الفيلا بتاع بنت خالتها في المنصورية. ايه رأيك؟ جاي معايا تطلع قضية؟ والله كان بودي بس انت عارف يعني جو الطرط والطراطير ونجري ورا بعضينا قطر والدلع يا حبيبي على الساحة وجو ده ما بقاش فيه صحة. انا بنجز على طول. ما انا عارف ان انت بتنجز على طول عشان كده هي عاملاها بضيق. اضيق كيف؟ يعني انا وهي وانت وبنت خالتها. ما تقول كده، اذا كان كده يبقى ليتس دوت يا صديق السوق. سوق طلات. بطل جلش عادي يا اخي بطل جلش. وبعدين يا رجب بقالنا ساعتين قاعدين هما مش نازلين. لا طالعين. احب على يدك كفايه جلش. قريه كبير الليل لسه في اولها وباين يعني هما بيظبطوا الميك اب. انت عارف يا كبير الستان لازم يظبطوا الميك اب. ميك اب ايه يا عمي؟ دول لو بيمحروا شقه كانوا خلصوا. لا كانوا بياضوا. بس 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 احسن جم انت خالتها ده اللي عديق يا رجب. ده اللي عديق. اهلا 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 تفضلوا تفضلوا اهلا يا بنات. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ اهلا يا رورو عامل ايه؟ انا كويس قوي. ايه ده؟ ايه ده انت خصيتي خالص. اه منك انت يا بكاش. خليني اعرفك بقى بصديق عمري الكبير قوي 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 عشرة عمر. مفيش حاجة غلط عملتها في حياتي إلا ما كان معايا فيها. يا كبير خليني أعرفك بشهوير. هاي. أهلا وسهلا. وما هي طاز؟ ما هي إيه؟ قلت لك ما هي إيه. كل سنة طيبة يا حبيبتي. وإنت طيب يا روح قلبي. بنحب بعض قوي. اسعد بخدنا بخدتي. منورة يا ما هي طاز. ميرسي. قوم يا رجب وديني الحمام يا رجب. استنى هوديك انا. نزلي يدك حواليا. خلاص خلاص انا هوديه. هو انا غريب عن البيت؟ انا عارف السكه. اتفضل يا كبير. كفايه الضحك دي. خلاص مش هضحك تاني. ايه ده؟ ايه ده؟ شفتي زي ايه ازاي؟ صحته حلوه قوي. واو فيري فيري سترونج.
ليه يا رجب؟ ايه يا عم الكبير؟ البنت جميلة ورقيقة وزي الفل. انت تستهبل، انت جايبني تعمل فيها مقلب. مقلب؟ انت متضايق منها تخينة حبتين؟ لعلمك بقى يا كبير، الست كل ما تملى معاك يبقى احسن. بتملى ولا تتنيل ولا تجوزها؟ نقص تقدم خرط، دي عاملة زي شغل الموبيليا الدمياطي بتاع زمان، خشب عريض، تنجيد قط، بس فين مضغوط زي الشغل السيء بتاع دلوقتي. ما يخصنيش الكلام ده، انا عايز امشي دلوق حالا. مش فاهم، قول بشويش. عاوز امشي دلوق حالا. اوكي. خلاص مش حاجه. بص دي بقى هي نص ساعه هنقضيها بالطول والعرض وبعدين نتكل على الله. ها ماشي ماشي، بس اسمع شرط واحد، ما تفرقنيش لحظه وانا ثانيه واحده بس. يلا بينا بقى، احسن احنا سايبين البنات بقى لها كتير كتير مشلتت. انت راجل جالس، لازم نقطع معاك. وي طحينا من النوم. لما اخذ بنات اتاخرنا عليكم. ولا يهمك يا رجبتي يا حبيبي. شفيتم سهوير. تعالي يا حبيبتي عشان اديك هديه عيد ميلادك. يا رجب رجب اقعد. خلاص مش هديها الهديه، هعلمها الساعه 5 دقايق وراجع على طول. ماشي 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 ولا قاعد؟ يا جلش يا جلش جابولي. خد هنا خد هنا. تعالى قول لي انت منين؟ من الصعيد. واو صعيدي، بموت في صعيده، بحب الجنوب كلهم. قول لي منين الصعيد؟ من بلدك ده يعني. ايوه اسمها ايه يعني؟ انا اعرف كل البلاد. اسمها المزاريطة. ايه؟ المزاريطة. في بلد اسمها المزاريطة؟ ده اسم ده؟ يا سلام، مستغرباه قوي؟ يعني ايه مهيطاز؟ لا، ده اسم تركي، معناه الزهرة متفجرة الأنوثة. لا بجد حقيقي، أصل أنا فيا عرق تركي. قصدك عرق بتلو. فكرت يا اخواتي. شربات شربات حي بجد. تيزا جت من تركيا. تيزا جت من تركيا على اسكندرية ايام الملك فاروق، وقعدت هناك لحد ما بقى عمري 16 سنة. كل طفولتي قضيتها هناك. لا يا شيخ، بس ما اقولكش بقى، كنت على طول بين ميكروجيب وبين ميني جيب والدكلتي والهوت شورت. ما اقولكش على يا ستار يا رب يا ستار. انا حتى كانوا مسميني في اسكندرية فاتنة الاسكندرية. قصدك ميناء الاسكندرية. طرماي الاسكندرية. رجب حوش صاحبك عني. تتبلي عليا ولا ايه؟ رجب صاحبك جنني. بقى شله الشباب دي في العربيه عمالين يكسروا عليا ويزنقوا عليا وخلاص هلبس. قلت لا ما بديهاش، رحت ضربه ايدي تحت الكرسي اللي جنبي مطلعه المفتاح بتاع العجل الصليبه ده، عارفه؟ عارفه عارفه. ورحت فاتحه باب العربيه ونازله بقى، قلت لهم لا ده انتوا مستقصديني بقى، ده انتوا ان شاء الله كده ان شاء الله بتسقموا عليا. تجيب عيل ضربه برشام ولا سكرانين ولا حاجه؟ بضرب بعيني كده. هو يا حبيبي بس لقيت لك عربيه الاتاري معديه، قعدت ادي عليهم اقول لهم يا اتاري يا اتاري يا اتاري. اتاريهم منفضين لي بس انا سديت. يا وليه حرام عليك، كلت نفوخ يا وليه، كلت نفوخ بجد. انت تاكل في نفوخك يا انت تاثر فيك. من اي حاجه اقولها لك جيبها لي ناحيه قله الحياه. ما تهدي يا ولية، اهدي. انت اللي هادي زياده عن اللزوم، انت اللي هادي قوي. زي يدك يا بنت. الله الاغنيه دي حلوه قوي، ارجوك تعالى قوم ارقص عليها. نزلي يدك نزلي يدك. قوم نرقص عليها. قومني. عايزين سلب عشان اقومك. عاوز سلب. قومني معاك. انت اتزحلقت ووقعت وكنت هتموت. انا كنت فاكرها بقيه الرقصه وانك اتدمجت. تاني الضحكه دي تاني والله هقفش عليك. ايه القمر ده؟ انت نشفت وبقيت فله، والروب بتاعي هاكل منك حته. متشكرين يا حجه، متشكرين على الروب. عايز اقول لك ان انت كنت في البسين ايه زي القرموط. امسكه من هنا يزفلت من هنا، امسكه من هنا يزفلت من هنا. ما تهدي يا ولية، هدي. خلاص بقى يا كبير، ما تعجلنش اليوم، يوم من عمري. قوم من جنبي مش ناقصه. خلاص انا هقوم فعلا، لان انا عايز اوري عربيتي الجديده لشهوير. ايه ده انت جبت عربيه جديده؟ امال ايه، وسته سلندر والماني، دي عليها حته صالون، صالون برغوه. رغوه متوحشه. شربات جالس. دمك شربات، دمك شربات، مش ممكن. عايز اقول لك وانت بترقص وعمال تعمل افانسيهات كده شمال يمين وورا، ايه بتاعت ورا دي؟ وايه الزحلقه دي؟ مايكل جاكسون يا اخواتي. يا ولي انا كنت كعك عبل واموت. لا بعد الشر عليك، ما تقولش كده في وشي. مالك في ايه؟ اصلا حاسه قليل قوي مع الرجاله. اول راجل عرفته كان جسر ابن عمي ومات برضه وانا بهزر معاه زيك كده. وقع في البول؟ لا، وقع من فوق كوبري الساحل.
لا اله الا الله. بس انا قلت عادي، اي واحده بتهزر مع البوي فريند بتاعها ممكن يحصل كده. خلاص خلاص مش لازم تفاصيل، يعني بطني مقلوبه. بس الحمد لله ربنا كرمني بواحد زي الفل اللي اتجوزته اسمه سعيد سنجر. وده مات برضك؟ لا بعد الشر عليه، هو بس اللي بينطق ولا بيتحرك ولا اي حاجه، يا دوب نفس داخل طالع بس. عملت فيه ايه وليه؟ انا ما عملتش حاجه، ده هو اول يوم جواز، انا ايه بحب اتمرح كده على سرير واتقلب براحتي. خلاص خلاص الله يرحمه. مات مكوي. ما كانش قصدي، انا كنت بتقلب. وانت الغلط مش عليكي، هو اللي غبي، حد يوقف قدام القطر ويزعل انه داس. انا قلت بقى اتعلم من اخطائي واجيب سريرين في الاوضه عشان الجوازه الثالثه كل واحد يتقلب براحته بقى. هو لسه فيه تاني؟ اه يا اخويا صبح البشبيشي ربنا يفك سجنه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك شعرك احلام قوي. ميرسي يا روحي. صوري النهارده عشان عيد ميلادك عينيك احلام قوي. ده عشان عيونك حلوه. صوري النهارده عشان عيد ميلادك شفايفك احلوت قوي. يا نهار اسود. ايه مين ده اللي في العربيه؟ ده اخو مهيتوز. ويعني لما يبقى اخو مهي اسمها ايه دي؟ ده شراني اللي جابه على سهوه. سهوه ده باين عليها تقلب سهوه ساده. خبيني. سيلدار. مين ده؟ اخويا. اخوكي يا سفله يا حيوانه. ما تفهمنيش غلط، ده الجناين الجديد ولسه متفقين على الشغل، يعني لا زرع ولا قلعه. ده الجنايني. ايوه. اه يا فجره. وانت بتعرف اثبت عنديك انت متعرفش انا مين. تحكم مين يعني؟ انا اللي هعملها معاك، انا الكبير قوي قوي قوي. اه وبص يا سيدي، ابوك ما كانش قدامه غير حل من الاثنين، يا يدخل الحجز يا يتجوزها. ودخل الحجز؟ لا طبعا اتجوزها. اخس اخس على ايه؟ اتجوزها لمده اسبوع بقى نطلقها. وابوي ده ايه؟ كل ما يلقى نفسه فاضي يروح يتجوز شويه. دي اسهل جواز عملها في حياته. طب دمر ابوك ده بقى. خلاص 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 يا حاج، وحياه والدك يا اخي خلاص. صوره ابوي ما نكسرش شويه. ايه تشويه يعني بالصعيدي؟ لا ما مزغ يعني بتعمل ايه؟ تقول ايه؟ اشرب. خلاص يا ابني خلاص. ليه ليه رايحك؟ بص ما ننساش وانت خارج تعدي على المحاسب تشوف فلوسك وتشوف الاوراق اللي انت عايزها. كتر الف خيرك يا ريس. بس انا ما يرضينيش انك تمشي وانت زعلان كده. اقعد اطلب لك فنجان قهوه واشرب سيجاره. خد سيجاره يا حبيبي. لا انا يعني قهوه مش هينفع، ممكن اخد سيجاره. انا اول ما قالب عليك تعمل حاجه. احنا متأنسين بيك النهارده يا سي جون. ثانكس يا قرش ثانكس. انا اللي مستأنس بيك والله. يعني عايز اقول لكم يعني انا من ساعه ما جيت هنا نفسي يعني اخرج بالليل الاقي مكان مش لاقي. مين ده؟ انا عبد عزيز. عبد عزيز مين؟ عبد عزيز عديله. عبد عزيز عديله. طب بص انا هندقلك عديله لان عبد عزيز ده منتشر وبصراحه اسمك طويل قوي اوفر يعني. اتفضل يا سي جوني. سي ده ايه ده؟ ده فضلت خيرك 50 صعيدي سكر زياده. لا انا ماليش تقل عليه قوي، لو في شاي يبقى احسن. ايه ما ده شاي، شاي 50 وات ايفر. اوكي ده في كحول كام في الميه؟ ده ده شاي حب. وتشرب لي حبر ليه يا قرش؟ الله يحفظك يا سي جوني. انا ما مصدقش يا ولا العمده بذات نفسه قاعد مالي ايديك كده. عيني عينك. انا بطبيعتي من جوه طيب وابيض، يعني يمكن الباب من بره شعنون وكول ووايلد وكده، لكن من تقفش ليه يا عديلو؟ في ايه؟ اوكي جايز وي هاف تو جو، ليتس جو جوني. معاك حق الوقت. ما لسه بدري يا سي جوني. لا بدري ايه بقى؟ لا بدري ايه؟ بس بقول لكم ايه؟ احنا خلاص دي بقت قعدتنا. ها؟ دي بقت قعدتنا، قعدتنا هنا كل يوم، وهسيب لك الحاجه ونيجي بكره. يا انس بتنور يا سي جوني. سي يو برو. سي يو. باي. باي جايز. سلام. لا 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 وسع وسع عشان ده هيمشي، ده بيمشي. سي يو جايز.
بنستأذن احنا كمان يا قرش نروح بيوتنا عشان ننام. ايه على فين؟ كل واحد يطلع جنيه حق الشاي المجاني ده للعمدة وصاحبه سيبوطس. جرى يا قرش انت دفعنا ثمن الشاي اللي شربناه في بيتك ولا ايه؟ ما انت منجعز في التكية واكل وشرب وغناوي ايه كل ده ببلاش. خلاص يا ابو عمو ما توقفش عروقك علينا لا تقولك واحد امال ادي 3 جنيه حق الشاي اللي طبخته انا وائل ومنضو ومعاهم نص جنيه تبس كمان. سلام عليكم يلا يا رجال هنستنكم بكرة عاد ما تتأخروش. عزيز وادي عم عزيز قوم يا سيزيزو. بلا مغزى يا كبير كنت مكوعك ده اجيب لك بطانيه يا حبيبي. يا ريت يا كبير. قوم يا جحش يا ابن ال... ايه ده وقت كانوا عندها هانج اوفر يا فزاع. انت فزاع من جنابك يا ركوب يا كبير. انا ارد اشم النسيم. ليه 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 يا كبير ده لسه قدامه حبتين كانه الكريسماس. كنت جنابك احتفلت بيه. ليه ده لسه برضك يا كبير. ما العيد ايه النهارده؟ عيد العمال عيد تحرير سينا ولا اي عيد واصل يا سيد الناس. النهارده الاربع ما هو ايش ويك اند يعني. الاربع يا كبير. امال ليه يا جالوس الطين الغيط كلها فاضي أربعة تنفار عم تشتغل بس فين الناس؟ أنا مش حاطك هنا عشان تدير الشغل فين الناس؟ يمين بالله كنت جاي أقول لجنابك على الموضوع ده يا كبير. الناس هديلها يومين مع الجيش واللي حياجي كأنه ما جيش فين يعني طقست وشمشمت ورا الموضوع ده وعرفت إن جوني بيه هيجمع الناس نواحي بيت حبيب القرش وحيولعوا نار وحيشغلوا مزازيك وحيقعدوا يعني استغفر الله العظيم يترقصوا من وش الصبح. ترقصوا؟ ايوه يا كبير. استغفر الله العظيم يا رب. والله ما حد هيجيب البلد ورا غير جوني ده. اسمع يا فنسا. امر جنابك. يترقصوا؟ لوش الصبح يا كبير. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اسمعني زين ونفذ اللي حقوله لك ده بالحرف. ها 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 ادرس ادرس ادرس. قبل انت وهو مين صاحب الارض دي؟ انا يا باشا خير عمر حضرتك الظابط. ايه ده ازيك يا عمده هو حضرتك معاهم هنا؟ اكشلي انا معاهم هنا في محضر ازعاج متقدم في الناس اللي بتتجمع في الارض دي. مين اللي مقدم البلاغ دي؟ اظن باين جدي. مين اللي مقدم البلاغ ده ولا ايه يا فيزو؟ على العموم انا مش هتاخذ اي اجراء قانوني دلوقتي بس ده عشان خاطرك يا عمده. ثانك يو. ويا ريت بلاش تجمهر ومزيكا عاليه لان ده مش قانوني. دن سلام عليكم. عليكم السلام. لاف يو برو سام تايمز. الكبير المره دي هو اللي بيضرب تحت الحزام. اوه يضرب زي ما يضرب. مش الضابط قال لك اللي بيعمله ده مش قانوني؟ سو انا هخليه قانوني. ازاي يعني شاركي؟ ايوه يا سي جون عاوزك في حوار فتيق. فولو مي. عاجبك؟ قعدت تقول لي اخوك وما اخوكش. هديه خربها علينا كلنا. وضيع فلوسك وارضك على الرقص والمسخره ابن العبيطه. الله يرحمك ويسامحك. وانا بكلم مين من اساسه؟ بكلم مين؟ ما انت لو عايز كان زمانك مضيط معاه ومش بعيد تكون ماسك له دي جي. واه انت بتكلم نفسك يا كبير. اعمل ايه يا هديه؟ ما انا ما بقليش حد اتكلم معاه غير نفسي. جوني مسخها على الاخر. طول الليل الناس تزيط معاه وترقص وتتلوى وتجد افتر عندي في السوق بيبقوا خلصانين وما قادرين يصلوا طولهم. طب ما تعمل كيف ما بيعمل. كيف يعني؟ حاربه بنفس السلاح. واه اجيب له الشو الروسي وحربه بيه؟ ما قصديش. أنا قصدي دوقوا من نفس الكاس اللي بيسقيه للناس. ما تنجزي يا شريهان انجزي. عم تقولي لي فوازير وحوازير ما تخلصي. حداك كلمة محددة قوليها ما حداك ايش انكتمي. مش هو بيسهرهم عنديه وبيتعبهم طول الليل؟
انت تعبهم طول النهار، اكده مش هيروحوا عندي. انت هدية، انت ده انت هزية. آه يا بلد منهوبة أراضيك، أهلك وناسك دول أطيب ما فيكي، عايشين في قهر وظلم ومتحملين بلاويكي، وحميكي حراميكي وكبيرك خطيك. دايس عالبلد قالب عليها وطيها، يا خفنا من ده الولد، يا خفنا من ده الولد. ايه يا اوفر؟ ايه؟ فين الناس؟ عايش الوهم لوحدك؟ انا مش فاهم في ايه؟ لحد امبارح كنا كومبلي والناس كلها مبسوطه، ايه اللي حصل؟ عديله عديله عديله. ايه يا كبير؟ ايه يا كبير؟ لا مؤاخذه يا كبير، ما انا بشتغل اهو. كبير مين يا حبيبي؟ انا جوني. ايوه يا مستر جوني، بلا مؤاخذة أصل الكبير ساحلنا في الأرض 14 ساعة شغل ومعذبنا، وعمال يجيب لي حصنة ورجالة بتوعه ماسكة خرازين وعمالة تضرب فينا، بهدلونا يا مستر جوني، بهدلونا. إيه جو مسلسل الوصية ده؟ طب الراجل من نفسي مني وقصدني أنا، أنتوا الناس العادية ذنبكوا إيه؟ عشان إحنا غلابة يا مستر جوني، ملناش كبير. إحنا اتنفخنا يا مستر جوني، عادله اتنفخ يا مستر جوني. كام داون، كام داون، هات له خروب راجل منفوخ. على فكرة بقى، دي حاجة غير آدمية، فين قانون العمل؟ فين قانون، قانون إيه؟ إيه قانون العمل؟ أنت بتفتي، هو وقت مالي بتبدو أي كلام؟ راجل منفوخ يا أخي. هات له تمر هندي، هات له تمر هندي. على فكرة، قانون العمل ده معروف دولياً، العامل بيشتغل 8 ساعات في اليوم وليه 2 بريك، لانش بريك وكافي بريك، معروف. بس تفتكر لو انا قلت حاجه زي كده للكبير هيوافق يعملها؟ كمان انت العمده، انت ناسي ولا ايه؟ ايه ده؟ يعني انا ممكن يعني اقول الحكايه دي وتتطبق فعلا؟ مشهور. طب والله حكايه العموديه دي جميله، يعني تقول الحاجات والناس تطبق، ولا ما يطبقش تنفخه. خلاص انا هات له تمر، تمر تمر. هتقوم يا ديار انت وهو يا ما كفاياكوا الزفت الراحه دي. واه بقى 4 دقايق يا كبير. يا كبير يا كبير، بقول لك ايه يا كبير؟ ان النهارده انا واخد 10 ايام اجازه مصيف، وخلي بالك الاجازه دي مدفوعه الاجر كمان. هتصيف؟ من متى بتصيف يا سيزيزو؟ وانت طول عمرك بتصيف في الترعه وتشتي فوق الفرن. يعني انا قلت اقضي لي يومين انا والجيرل فريند بتاعتي في الساحل الشمالي او في السخنه. ايه دي اللي سخنه يا متسوع؟ على العموم انا مش جاي استاذنك، انا جاي ابلغك. لا والله فيك الخير، فيك الخير يا بو. قوم انت هو يا قوم، قوم الشغل انت هو يا فزاع. املك يا كبير. ايه الوجع البربر اللي بقينا فيها دي؟ العيال الفوق اللي تقول الواحد منهم قوم اشتغل، كنا شغال في الابوار، يقول لك عندي لانش بريك، عندي كوفي بريك، عندي روبراب بريك، هنهزله؟ طيب هنعمل ايه يا كبير؟ جلابك هتهملهم كده ولا ايه؟ اعمل ايه يا فزاع؟ من ساعة ما لجنة معلقة اللايحة دي وانا ما اعرفش اعمل حاجة. منه لله العيل الاصفر، هيجي علينا الحكومة.
أمانة الله يا كبير هو برضك ماشي في السليم وكله بالجنون، يعني جنابك ما تقدرش تتحدد معاه لا في جنون العمل ولا حتى في التسكو بعد ما يشارك حبيبي القرش في البيت والأرض وطلع التصريح كلاتها. حبيبي القرش، اسمع يا فزاع، أمن جنابك عاوزك تروح لحبيب القرش وتقول له كبير عاوزك ضروري في الدوار. أمن جنابك تعال هنا اهل في المجدة. دهلته كراميلي كوفي بريك كوفي بريك كوفي بريك يا ملدوع كوفي بريك. يا انت وهو يا وقف المزيكا. برو اخيرا قررت تيجي تتبسط معنا وتشاركنا. يلا يا انت وهو يا كل روح على بيته. ايه ده هي بلطجه ولا ايه؟ انا برضك بتاع بلطجه كله بالقانون يا ولد ابوي. فزاع امر جنابك اديهم الورق. تفضل. ايه يا فزاع ده؟ انت مش كنت بترقص هنا امبارح؟ انت بوشين يا ابني؟ يرد عليك ما تسيحش قدامه. مش فاهم حاجة، كله مكتوب بالعربي. اديه للفزلوك اللي جنبك ده. مش ده بتاع القانون؟ خليه يقرا لك ويقول لك فيه. خد. يا نهار اسود، ايه في ايه؟ خيانة يا جوني خيانة. انجز في ايه؟ حبيبي القرش عملها. طب عادي سوات، ما انا بعملها وانت بتعملها والكبير اكيد بيعملها. لا مش قصدي، حبيبي القرش عملها وباع بيته للكبير. او ماي جاد، طلع بوشين؟ طلع بوشين هو كمان؟ اظنك عرفت دلوقتي ان ليا في المطرح ده قد اللي ليك وزياده شويه. طب انت يعني ناوي تعمل ايه يعني؟ اول هام انا كيف الفريق؟ محب الشريك، حفظ الشراكة اللي بيني وبينك. تاني هام أني هقلب المطرح ده زريبة، لأن الزرايب قليلة والبهايم كثيرة، وحسب الورق اللي في يد الفرخ الشمرط اللي جنبك دي أنا ليه حق الإدارة وتغيير النشاط. يلا يا ابن هنا يلا عزل نروق المكان. يلا استنوا مش هشوف لذرة الانكسار دي في عينيكو. هدرس بابا لوك ات مي مش هشوف نظرة الانكسار دي في عينك. بيه ما تشربش خروب، كفاية انشف. يا جماعة الانبساط عمره ما كان بالمكان، طول عمره بالإنسان، وإحنا زي ما عملنا المكان ده نعمل 100 مكان تاني. بس خلصت المحاضرة، خدوا عندكم قانون العمل الجديد بتاع الكبير. ساعات العمل تبدأ من 6 صباحا، اللي حيجي في معاده هديه من عندي 20 جنيه، ولا يقعد ساعة بعد ساعات العمل إضافية 20 جنيه. أما حد اللي حيتأخر فما يجيش من أساسه أحسن له، لأني ما أحسبش اليوم ده من أساسه. أما اللي هيجي قبل ساعات العمل بساعة ليه عندي مفاجأة جامدة جدي. بس يا ترى كيف حنصحوا بدري ونيجوا بدري؟ لازم ننامو بدري. توماس الناس كلها طلعت بوشين. يا توماس كل الناس طلعت بوشين. مش مصدق. بقول لك ايه يا توماس، انت انا برضك ما يخلصنيش يعني قطع العيش، عاوز ياجرك انت والربراب اللي وراك العده والاسطوانات والبامبو والحاجات دي. هتعمل بينا ايه؟ انت مش عايز تقلب المكان ده زريبه؟ انا سمعت يعني انك لما تسمع البهيمه مزيكا زينه تقوم تدر لبن اكتر وتجيب زبده كواليتي عاليه. يعني شفت الاعلان اللي بيجي في التلفزيون ده بتاع البقره النيوزيلنديه المربربه دي اللي شكلها روش دي اللي عندها الجرس يعني. طب والله نايس ايديا، على فكره انا معاك يا كبير، ولعلمك بقى هعمل لك حته بلاي ليست مدره للبن. انت طلعت بوشين؟ انت كمان طلعت بوشين؟ لا 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 انا مش مصدق نفسي.
ادرس. ايوه سيدوني. هات لي كاس خروب. كان بودي يا سيدوني، اصلا انا هنام بدري. امشي امشي وانت كمان. اوكي. تعيش وتاخذ غيرها يا ولد ابوي. على راي المثل الشعبي، ماني توك بولشيت ووك. بقالنا ساعتين بنشرب كراوية، كراوية بس، مفيش ولا مصلحة عدت. جوني اصبر شوية، في ايه؟ ولعلمك بقى، في كذا واحدة حلوة عدت، بس أنت يعني بتدقق في ديتيلز غريبة بصراحة. ديتيلز ايه؟ ديتيل كلهم أسود في أسود، كله لابس أسود في أسود، ديتيلز ايه بالظبط؟ يا معلم أنت ما تعرفش الأسود في أسود ده تحتيه ايه؟ ما هو دي المشكلة، نفسي أعرف تحت الأسود فيه ايه؟ طب اصبر شوية. I feel like إن احنا بص هناك. So cute. وشها يعني ايه ده؟ دي كيوت من فوق بس. دي عايزة تخس بتاع 85 كيلو تقريبا. خينة شوية. بعدين مشيتها في يعني عارف بتزعف وهي ماشية ولا بتشحط، اسمها ايه؟ مش عارف. مش مهم. لا بس صدقني يا جوني، بص بقى على الوحش اللي جاي هناك. اوه ماي جاد. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ سلينا زبير عليها بسرعة بسرعة بسرعة. زبير؟ زوير تعال. اوه مرشد الناس تعال بسرعه. بقولك ايه، مين اللي ماشي مع الحمار دي؟ دي ام صلاح. ام صلاح؟ ام صلاح ده اسم على بعضه ولا في صلاح فعلا؟ لا صلاح ده ابنها اسمه صلاح. هو قاعد هناك اهو. يا ده صلاح. ايه لا مفيش حاجه. اقعد. ده في صلاح في الموضوع يا معلم، وشكله باباه فيتنامي. جوني بص، اتقل تاخد حاجه نظيفه. اصبر تنول. تاني هري الامهات تاني. اصبر تنول والكلام اللي هو ملوش، زي القطه ما بتاكلش عيالها وال صدقني او ماي جاد. بص هي دي وشها هادي و... تيجي نشوف. يلا بينا. بكام يا حاج؟ 7 جنيه. 7 جنيه؟ ليه 7 جنيه يا راجل؟ يا ضلال انت يا ست، لو ما عجبكيش ما تشتريش. ما اشتريش تاني يا خالي، اللي ما يشتري يتفرج عليك يا راجل يا حرامي. ايه مداولية عين ولي والولو عليك بادي يا وكل ناسك. ما شرياشي في حاجة؟ لا ما فيش اي حاجة. يلا بينا. قلت لك مش هنلاقي. اهدي اكتر واحدة كيوت في البلد كلها، اهدي اكتر واحدة كيوت، مش محتاجة راجل في حياتها. طب خلاص بقى، يبقى نروح الدوار. روح انت يا توماس، انا عايز افضل لوحدي. يلا يا جوني. عايز حاسس بالوحدة. ها امشي. هاي توماس. هاي أشلي. توماس هو فين جوني؟ أنا من الصبح ما شفتوش. جوني يا ستي بيدور على فتاة أحلامه. إيه الكلام الغريب ده؟ أنا هقولك، جوني بقاله يومين حاسس إن هو وحيد وعب حميد وعايز حنان وكلام غريب قوي كده. على فكرة أنا ما استفدتش أي حاجة من الكلام الغريب ده. فين جوني؟ مش عارف، أنا سبته بقالي ساعتين في القرية عمال بيدور، يمكن يلاقي حد يحب ولا حاجة. جوني؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل لك؟ من اللي حصل لي. طب ايه اللي بالك؟ حبيت واتبليت. لا ما تقولش انك لقيتها. هي. طب احكي لنا على كل حاجه، شفتها فين وازاي وبس. جيت على هنا وسبت قلبي هناك. واو تحفة اميزنج. ايه ده؟ ايه اللي بلغك ده يا سيجوني؟ لا انا لسه احكي لهم القصة حالا، يعني ما عنديش استعداد احكي لها تاني من الاول. دي قصة طويلة. قصة طويلة؟ ما تفهمني جرى ايه. جوني حب يا ستي ولقى فتاة احلامه هنا في المزاريطة. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. واحنا في ديك الساعة لما سيجوني يتجوز واحدة من عندنا في البلد. ايه القلش ده؟ مين جاب سيرة الجواز؟ أنا لسه شايفها حالا. أنا أجوز إيه؟
لسه لا عرفنا بعض ولا مسكت ايديها ولا خرجنا مع بعض ولا جرينا ورا بعض في الغيطان. تخرج مع مين وتجري ورا مين؟ الكلام ده عنديكم في امريكا هناك، انما هنا جواز على طول. فاكس موت. هي دي الاصول يا سجوني، والاصول ما تزعلش الا بالحق. من سعدت الحظ دي؟ ايه سعدت؟ احنا في برنامج هدية، واحده شفتها وعجبتني بس زي القمر. طب ساكنه فين؟ يعني مكان مش فاكر بالظبط، هو في روف هي كابتونشر وتحت في ايجيبشن بيتس، بطه وهزه ومعزه صغيره وهامستر. طب اعرف لي هي ساكنه فين وبنت مين وانا اروح اخطبها لك على طول. برضو قطب. الناس دي بتفهم ازاي ولا هم مجانين؟ اسف، بحبك، تتجوزيني؟ للاعتذار اخبطي دماغك في الحلم. اوه انا جات لي حته الدين فكره جامده جدي. ثبت على كده، لو طلعت وشافتها هتتوهم جامد جدي. وش يا معلم؟ بس ايه ده؟ هنفضل واقفين كده وخلاص؟ هتطلع امتى؟ طب ما هي محتاجه حاجه عشان تطلعها. ما فكرناش في الحكايه دي. هي عايزه موتيفيشن فعلا. جات لي فكره. بص، في كل الافلام والمسلسلات وحتى الكرتون دايما الحبيب لو عايز يطلع حبيبته بيقوم رامي زلطه. بتطلع هي، عمره ما طلع الاب ولا الام. نايس ايديا. امسك كده. يلا. نومها تقيل؟ طب كبر طوبة. يا نهار اسود، ايه يا ساتر يا رب؟ مين برا؟ مين ده؟ مش عارف، بس واحد صوته تخين وشكله هلك وهيطلع يموتنا. مين برا؟ ايدي شايفك يا ابن الفلطوس، عيلتك الشحطه بتحد في زلط وطوب، كان خابت منك له. بس يا ستي، قمت رامي طوبه، قامت كسر الازاز وزار خبطت حد جوه بالغلط. سمعنا صويت، ده طبعا اعصابه ثابت، قام طاير البالونات شويه، قام فتح الباب راجل شبه السيد قشطه، قعد يشتم ويزعق فينا، طلعنا نجري. طب احمدوا ربنا بقى ان مفيش حد شافنا. الحمد لله انها جت على شتيمه اصلا، ده كان ممكن يمسكنا يضربنا، ده شكله شرس جدا. وده مين ده اللي استجرى وشتمك يا جوني بيه؟ ما شاء الله ما شاء الله، شوف سنه قد ايه وودنه عامله زي الساتلايت. لا صح، يعني مين ده اللي طول لسانه عليك؟ ده ابو البنت اللي بيحبها جوني. ايه بيحبها؟ صلاه النبي صلاه النبي، والله كبرت وبقيت تحبها يا سجوني وعايز تتجوز. برضه اتجوز انا؟ مين جاب سيره الجواز اصلا؟ مش بتحبها؟ ايوه. يبقى لازم تتجوزها. لا مش لازم، عشان بحبها يبقى لازم اتجوزها. في لازم اعمل حاجات كتير قوي قبل الجواز. انا خابر. مش قصدك يعني الشوار والعفش والفخار واللزمات دي كلتها؟ انا عارف. ولا انت عارف، انت في البلاله. طب هي مين دي اللي عليها العين والنية؟ عليها العين واللية؟ لا هي كانت ما عليهاش حاجة خالص، هي كانت واقفة بتنشر ألبسة. لا قصدي يعني هي بنت مين في البلد؟ ها؟ أنا مش عارف هي بنت مين بالظبط، بس عارف المكان اللي ساكنة فيه بالشبه. عارف القهوة؟ بعد القهوة بشارعين يمين في راجل فرارخي اللي هو بيذبح الفرخات ويعمل لهم واكس. بيت بابه أخضر كده؟ جرين اكزاكتلي. اي 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 ده بيت عباس البحطيطي. ايه ده؟ انت تعرفه؟ راجل غلبان كده، عنده جراطين بيقلع فيهم. ايه ده؟ ما بيقلعش في بيته ليه؟ لا بيقلع يعني يزرع ويقلع فيهم يعني. بص امزجه. بس ده راجل يا حفيظ يا رب، سلام قولا من رب رحيم. ملبوس؟ لا عينه تفلق الحجر،
وتلاقي البت دي اللي بتنشر الحاجات دي بته. طب 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 اسمها ايه؟ اسمها مش استنى اي 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 صلعه صبحه. الله سامع صبحه فريش. طب بقول لك ايه، عايزين نعمل حاجه عملي. نعمل ايه بقى؟ تعمل الوصول يا سجوني، تخش البيت من بابه. ابوها لو خد خبر باللي بيحصل ده هتبقى واجع مطين الطين، هتبقى مربربه. خلاص هي مربربه واحده، انا فهمت. الظاهر يا جماعه مفيش حل غير كده، اخش البيت من بابه. ايه انت اتجننت جوني؟ انت لسه حتى ما اتكلمتش معاها. سوات يا جماعه، يعني بالعقل كده. البنت بنت اصول محشومه، عليها العين واللية. خلاص بصوا يا جماعه، انا قررت، انا بحبها وهتجوزها. الجوازه دي على جثتي. عاوز مني ايه جوني؟ دي عاوز يقرفني وخلاص. ليه بس يا كبير؟ ده جوني عايز يتجوز على سنه الله ورسوله. يعني هو ما لقاش غير بنت عباس البحطيطي عشان يتجوزها؟ ومالها بنت عباس البحطيطي؟ مالهاش البنت، انا بتكلم على ابوها، راجل بلط وعينه قد كده وبحطيطي. وهو هيتجوز الراجل ولا هيتجوز بنته؟ هو هيتجوز البنت، انا هلبس الراجل. يقعد يتنطط لي كل يوم ويجي هنا في قرابيزي في الدوام، يقعد يبحلق لي في اللي طالع واللي داخل. الحين ناقصه فقر. معلش يا كبير، نستحمل ابوها شوي، وبدام البت ما يعبهاش حاجه والواد ريدها يبقى خلاص. وين مطلوب مني ايه دلوقتي؟ تروح معاه تخطبها من ابوها. مالياش صالح بالموضوع ده، اللي بيشيل قربه مخرومه بتخور على نفوخه. واه يعني ايه يا كبير؟ ما هتروحش معاه؟ مش اصول دي، الناس هيقولوا علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه. تعزلني يا بنت اروح لهناك يشوفني يخبطني عين ارجع لك على النقاله. بعد شر عليك يا كبير. بعد شر علي ايه؟ تناسي الواد امجد راح اشترى بهيمه جديده، عدى قدام البحطيطي، عدى بس راح يدخلها الزريبه، قامت رفضت يا مالك اسرف الحوض. ما هو لازم انت تروح يا كبير، يعني هو يروح. مش رايح يعني مش رايح، فقوسه وقطمها جحش. ماشي يا كبير. طب اقول لك، احنا نسيبه جوني يروح يتفق مع ابوها، ووقت الخطوبه يبقى يحلها الف حلال. اعملوا اللي لد عليكم. هو ده البيت اللي قلت لي عليه؟ امال بخبط عليه ليه يا عم جابو؟ بروش. اسمع يا سجوني، عايزك لما ندخل جوه تقعد وتنجعص، ومش اي حاجه يقولها الراجل ابو البيت توافق عليها، لا لازم نتحجر معاه عشان ما يحسبكش يعني طري طري طري. عم جابو احنا لسه ما دخلناش جوه اهو، وانا ريلي ريلي ندمان اني جبتك. وبعدين ايه اللي انت شايله معاك ده؟ صباطة موز، يعني كنا هناجي وندخل على الراجل بايدينا فاضيه ولا ايه؟ موز يا عم جابو، موز واحنا داخلين نخلص في النسناس. كنت جبت شوكولاته، جبت ورد، اللي لقيته. مفيش حد هنا ولا ايه؟ ايوه ايوه بنخبط. ايوه حضرة جناب العمدة، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. جود مورنينج. اهلا وسهلا، تفضل تفضل. اهلا وسهلا، تفضل عم جابر، تفضل. اهلا وسهلا، اهلا 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 وسهلا يا حضرة سعيد. من هنا يا باشا، تفضل تفضل حضرة العمدة، تفضل عم جابر. اهلا وسهلا، منورين الدنيا. اهلا وسهلا، تفضل 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 يا دي النور يا دي النور. تفضل اخوي تعال. والله ما كان لزوم التعب ده يا عم جابر. كله فضل خيرك يا عم عباس. شوية موز حلوين قوي، أكيد دول من الجنينة بتاعت حضرة جناب العمدة. حتما كنت معدي امبارح على الدسر وبصيت على الدنينة، لقيت الموز هناك كتير قوي وطعم وزي الفل، حاجة تفرح. لا دول من عند خميس الفكهاني، وجبنا 5 كيلو ودفعنا في الكيلو 5 جنيه. إيه ده بجد؟ إيه الصدفة الخماسية العجيبة دي؟ كلك واجب يا عم جابر، شرفتونا وكترتونا وفرحتونا. ثانكس مان. شوف يا عباس، احنا جايين النهاردة عشان نطلب يد بنتك لجناب العمدة جوني بيه. حضرة العمدة هيتجوز بنت تاني؟ انت قفشت ليه؟ ايه اللي قلناه غلط؟ وعرفتها منين؟ لا دي حدوتة اشعر، انا كنت ماشي قمت شايفها. قصده يقول يعني انه سأل عنها وعرف ان كنتم ولد اصول وناس طيبين، فجال مفيش غير الحج عباس هو اللي مناسبوه. قلت ايه؟ ودي عايزه كلام؟ احنا في ديك الساعة ما نناسب العمدة، ده شرف لينا. يبقى على البركة. ألف مبروك يا جوني بيه، ألف مبروك. إيه ده؟ هو كده دن؟ أمبليه أفرح بقى؟ إيه؟ يس! إيش؟
نتفقوا بقى على مصاريف الجواز. لا، واحدة واحدة يا عم جابر، نشرب الشربات والحاجة تجي من برا ونتفقوا. منوري حضرة العمدة. بنورك. اهلا 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 وسهلا. بسم الله ما شاء الله، ادب ايه واخلاق ايه؟ هو مين فيهم الحجة ومين فيهم العروسة؟ ربنا يبارك فيك يا عم جابر. الحجة جتي، نتفق بقى. طلعت الحجة. شوف يا حضرة العمدة، احنا ناس ما طمعينش، احنا هناخد 50,000 جنيه مهر. واه، 50,000 جنيه يا عباس؟ ايه ايه 50,000 جنيه دي؟ ليه؟ لا كتير، ما احنا هنساعد في الجهاز. خلاص يا عم جابو، خلاص انا موافق. اخبارك الشقة ودهاناتها على العريس، أوضة النوم والسفرة والصالون على العريس، النجف والسجاد والمكت على العريس. ايوه 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 الأجهزة الكهربائية، حاجات بسيطة يعني، الثلاجة، الغسالة، البوتاجاز، الديفيتي، الديش على العريس. ايه ايه يا عباس، كتير جاوك ليه؟ أمال أنتوا هتجيبوا ايه؟ هنجيب الشوك، المعالق، الكبابي، الحلل، المساحات، الدرادل، الفوط، الملايات، كل الحاجات دي احنا هنجيبها. وبعدين يعني يا باشا، بسم الله ما شاء الله الكبير قوي، فات لك حاجات كتيره شويه وشويات. فات له 55,000 جنيه وخمس شهادات استثمار. يا عم جابو، انت مش ملاحظ ان في تريب بينك وبين نمره 5؟ بص يا معلم، كل الهري اللي انت هريته ده انا معاك فيه، اوكي، بس عايزين نخلص الموضوع في 5 دقايق. ايه الشبكة بقى؟ عايزين 6 فرد غوايش وتعبان وبنطلون طيف دهب بندقي. الغوايش انا عارفها، والتعبان شفته هنا مرتين، مرة في الغيط كان بيجري ورايا، ومرة هدية كانت لابسة دهب. بس البرطرطيش الفوزدق ده ايه بالظبط؟ مرهم؟ لا ده عند السايق، وما تقلقش احنا هنيجي معاك ونشور لك على الحاجات اللي احنا عايزينها. لو عند السايق يبقى اوكي. الا هو الكبير ما جاش معاكم ليه؟ ده وحشنا والله. مشغول، تعرف مشاغل الحياة خلاص على بركة الله. احنا بكرة ان شاء الله هنتغدى عندكم، ونحدد معاد الخطوبة، ونسلم عليه بالمرة. زغرتهم ما انت ما كانش لازم انت تطوعهم يا سجوني. ده الراجل ابوها كان كل ما يطلب منك حاجة كنت بتوافق على طول. ايه المشكلة؟ الا مشكلة؟ لا مشكلة، اكديه هتطمعهم فينا، هيفتكروا انك انت طري طري. انا مش فاهم ايه حكايه طري طري اللي انت ماسكها لي دي؟ ايه دخل الطراوه فاني وافق ولا ما فقش؟ ما هم كده هيركبونا ويشيلوك كل حاجه، وهم مش هيحطوا يدهم في جيوبهم. انا خابر الناس دي زين. احترم نفسك يا جابر، الناس دول قرايبيني، وشويه قدام هيبقوا نسايبيني. واتش يور ماوث. ايه مالكم بتزعقوا ليه؟ الحقينا يا ست هدية. عملتوا ايه هناك؟ الباشا رايح اتفق على الجهاز، قوم لبسوه العفش كله وكل حاجة. كل حاجة كل حاجة؟ هو بيحب يفتي، هو فتاي وانت عارفة انه فتاي. فتيت؟ عشان اتكلمت الاول تبقى فتيت؟ طبعا الكلام ده فاضي، وانا عبيط؟ يعني انا شلت شوية حاجات هم شلوا شوية حاجات، العادي يعني. ايوه، وهم عليهم القباب والشوك والملاعق وقرز الباب والخلة، الحاجات الهايفة دي، واحنا هنشيلوا العفش والادوات الكهربائيه والمطبخ والسجاجيد. ده غير ان احنا هندفع لهم 50,000 جنيه مهر. انتوا مين اللي هتدفعوا لهم؟ انت ليه حشر نفسك معانا؟ انا اللي هدفع يا اخي. يعني عاوزه يشوفك بيضحك عليك ويسكت؟ زيتي زيتي على زيتو، زيتي على زيتو. انت كنت معانا اساسا عشان تتكلمي؟ ايه الفتي ده يا سجون؟ الحاجات دي ليها اصول، امال هم واخدين مهر ليه؟ ما انا ما اعرفش ليه، انا مش هقعد بقى اركز في الخطط اللي قبل الجواز دي، انا ما افهمش في الكلام ده، يعني قايمه ونايمه ومين يدفع ايه ومين ياخد، ما ماليش في الكلام ده، انا عايز البنت هتجوزها، خلصنا. ما انت كده كده هتتجوزها، هم يطولوا بنتهم تتجوز العمده بس بالعدل. طيب هريتي؟ خلصتي هري؟ خلاصه الهري بتاعك ده حطيه بجمله صغيره قد كده وقوليها لي، انا اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، انا والكبير هنروح نتكلم معاهم في الموضوع ده، وهم ما هيردوش للكبير كلمه. ريحي نفسك يا ست هديه، هم جايين بكره يتغدوا معانا، وعشان يتفقوا كمان على ميعاد الخطوبه. زين، جمله قضاهم. او ماي جاد، هتموتهم. ناس مين اللي عايزاني اقعد معاهم دول يا بنت؟
ما قلت لك الراجل ده تبت هاي البدله انا كيف القراده ها الواد راح للنهارده بكره يجي نطلنا في الدوار. معلش يا كبير الموضوع دخل في الجد وهم داخلين على اخوك بالحنجل والمنجل واخوك مسلم لهم على الاخر. مسلم لهم كيف يعني؟ كل ما يقولوا على اي حاجه يهز راسه كيف لهبل. دول عاوزين مهر 50,000 جنيه. وهو وافق على الكلام ده؟ وافق ده فرحان كمان يا ابن العبيط. انا قايل من الاول الجوازه دي ما عايز نهاسي دي جوازه مقندله. معلش يا كبير اخوك جوني مصمم وهم لما يجوا بكره ان شاء الله تقعد معاهم عشان ما هيقدروش يعرضوك في اي حاجه. هدي الراجل ابوها ده عين عفشه قدك ده بصراحه قد انا بخاف مني. ايه يا كبير انت بتصدق في الحاجات دي برضك؟ وبعدين هي نص ساعه هتقعد معاهم عشان نخلصوا ما هيحصلش حاجه يعني. ماشي بس انا برضك قلبي ما مطمن شيء. يا اهلا وسهلا نورتوا المطرح ده احنا شقتنا البركه والله. نور بصحابه والله الا هو الكبير ما اندلش لحد دلوقت ليه؟ زمانه حيندل انا قلت له ان انتوا جيتوا وهو قام يجهز عشان يندل. بجد انا مبسوط قوي ان احنا اخيرا بقينا قاعدين جنب بعض وهنتكلم بسرعه قبل ما الكبير ينزل. عايزين نتكلم في اي حاجه يعني اديني تفاصيل عنك اديني يعني بتحبي افلام ايه مزيكه ايه؟ يعني انا مثلا بحب بريف هارت بحب امينيم بحب 50 سنت بحب. انت ما بتتكلميش ليه؟ خجوله اي لاف ات. يعني بجد بقت عمله نادره يعني انت بالنسبه للبنات بقيتي زي النمر الابيض يعني حاجه مثلا نادره قوي. يعني البنات كلها دلوقتي رايحه لسكه التوم بوي هي مان ايه مصاحب ولا ايه انت موز موت والحاجات دي. يعني بجد انا لا انت خجوله بزياده كده مش هينفع. يعني انت صاحيه؟ Thank God. اهو الكبير جه ها. يا مرحب يا مرحب يا كبير متدلك برتع كيف الجبل. اكبر منور يا عباس. يا مرحب يا مرحب يا كبير تعال جاري اتونس بيك. لا اقعد جنب مرتي. من غير يمين لا تيجي جاري اتونس بيك. معلش يا كبير الراجل ضيفك تابعه وما تكسفهوش. يا اهلا يا اهلا يا كبير. اهلا يا عباس بقالي كتير ما شفتك شي. مشاغل ايوه كان الله في عونك حتلاقيها من ايه الارض ولا الزرع ولا البيض. خلاص يا عباس الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا كبير. ناويين ميت ان شاء الله. يعني احنا ان شاء الله نقولوا خير البر عاجله نقروا الفتحه ونلبسوا الدبل الخميس الجاي ان شاء الله. النهارده الثلاثاء يا عباس يعني بعد بكره بدري كده. لا مش بدري على فكره. انا موافق. يبقى نقول مبروك. الله يبارك فيك. بس يا كبير عين عليك برد اليومين دول صحتك زينه وشك حيبق منه الدم بقيت. بحس في ربنا بعد الشر عليك. مويه يا بنت مويه. الف سلام عليك. الف اشرب دي. اتفضلوا يا جماعه اشربوا الشوربه قبل ما تبرد. والله ما لزوم الكلفه ديت وحش زي الصينيه كل دواك. أبوكي شكله عينه جامدة جدي. أنتي بتعرفي تلعبي بيلو فايت؟ والله ماني متدلي. يا كبير ما هينفعش كده. والله أبدا. والنبي يا كبير عشان نخلص من الشغلانة دي. أنت ما شفتيش اللي حصل؟ أنا قلبي كان هيوقع وعم جابر ادلك فوق يجي 18 طبق شربة لما سلقوه. معلش يا كبير دول هم نص ساعة بس عشان خاطري. نيفر. عشان خاطري يا كبير يعني اقعد معاهم لحالي؟ يا ولية بقول لك بخاف مني بخاف. ماشي يا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. منورين والله. ايوه ده البخور ده يمنع عنيهم العين. عاوزين نخلص من موضوع الجوازة دي قوام قوام عشان نفرحه بإذن الله. بس العمدة يشد حيله. تعا يا جون تعا قعد هنا عشان نتكلموا في شوية تفاصيل عشان نعرف احنا هنجيبه ايه بالظبط. ما احنا تكلمنا مبارح وكل حاجة تمام الحمد لله. مش كده يا جناب العمدة؟ يعني تقدر تقول معلاش نتكلموا تاني. هنتكلم ونقولوا ايه ما كل حاجة مظبوطة.
هنقول الأصول يا حج عباس، وهي الأصول بتزعل؟ لا ما بتزعلش، بس أصلا يعني ما فهمش. أنا فهمك يا حج عباس، الأصول بتقول إن أوضة النوم وأوضة تانية على العروسة وباقي الأوض على العريس. بس ده كتير، وأنا راجل عدم رقيق على قد حالي، وسجوني حاجة تبقى جامدة، قيمة ومركز وعز وهيلا بار. حاسب يا سجوني؟ إيه هيحدثني بحاجة؟ حاسب وخلاص. شوف يا حج عباس، إحنا كده كده هنديكم مهر 15,000 جنيه. 15 إيه؟ يعني إيه يا قريب العمدة دي؟ يعني أكلمها هي. جرى إيه يا حج عباس؟ هو 15,000 جنيه قليلين ولا إيه؟ قليلين، ما يجيبوش حاجة، حاجة العروسة مولعة نار. خلاص، خليهم 20,000 جنيه، قلت إيه؟ لا، هزيهم شوية. ما تحترم نفسك، إيه هزيهم شوية؟ مرت أخويا. ما يقصدش الهزة دي، يقصد حاجة تانية. أوكي. هم 20,000 جنيه. اللي تشوفيهم يا ستة هدية. زين، نجي عاد للأجهزة الكهربائية. بتقولي إيه يا خالتي؟ علي حسك شوية، ما فيش حد غريب. ما غريبة للشيطان يا حبيبتي. ايه ده؟ صدق منين؟ انا كنت بقول الاصول، والاصول بتقول ان اي حاجة فيها فيشة تحط في الكهرباء تبقى على العريس. ده يعني ايه فيشة تحط في الكهرباء بقى؟ ده سيم؟ قصدها يعني الاجهزة الكهربائية. ما تقول الاجهزة الكهربائية. استنى بس يا جوني، والاصول برضك بتقول ان الستاير على العروسة، والقطن والنجيد على العروسة، والمفارش والصيني على العروسة، والصحي لا، الصحي على العريس. طب حضرتك حزقت قوي في الصحي ليه؟ يعني اشمعنى هو غالي قوي؟ ايه الصحي اصلا؟ البانيو. عارفين يا حج عباس اللي علينا؟ والشوار على العريس. ما تضيقش يا حج بقى، يعني ما السشوار هيطلع بكام؟ 300 جنيه يعني؟ هجيب لك انا السشوار. مش ده الشوار، الشوار غير السشوار. هو ايه الشوار؟ انجز. الشوار ده يعني خلقات العروسه. اه لا، دول اجيبهم انا بقى. انا اجيبهم. وكل أوضة بنجفها وسجادها وأبلكها وبلازمتها. أيوة بس يعني ما بسش ولا حاجة، اللي بنقوله ده هو الصحي بعينه. قلت إيه؟ هقول إيه يعني؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه ده؟ أنت وش كده وافقت؟ الناس الكمل اللي زي حضراتكم إحنا نودي لهم العروسة لغاية عنديهم. خلاص، يبقى نقروا الفتحة قبل أي كلام. ماشي، نقروا الفتحة دلوقتي، ويوم الخميس نلبس الدبل على خيرة الله. بس احنا هنقروا الفاتحه من غير الكبير ما يكون موجود. اصل الكبير بطنه تقللت فتعب شويه قام يريح. تقللت؟ ده كان قاعد جنبي زي الحصان. صدقوا الكبير كلتني ما نجيش ربع صحته. عن اذنكم انا طالعه اطمن على الكبير. سؤال بس، يعني هي العروسه صوتها زي مامتها ولا ميوت؟ بنت بيوت. انتوا في الله خلص. انا لا 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 حاج ابراهيم شلبي صاحبي حبيبي، انا المستشار جايبينك فاضيه. هيما. انا لا لا حاج سعفان، حاج سعفان واولاده، عندي 5 صغير منه. اهلا وسهلا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا حبيبي. اهلا اهلا يا مرحب يا مرحب. واتساب. بقول لك ايه، سؤال. ايه هو ليه بيدخلوا الرجاله من هنا والستات من هنا، طالما في الاخر بيتقابلوا ويلزقوا في بعض عند الباب ليه؟ سلب بلدك دي. طب بقول لك فين صبحه؟ صبحه فوق مع الحريمات. طب ولسه في قرايب تانيين جايين؟ عمها وبنت عمها. طب ما تفكك فكك بقى عشان نطلع نلبس الدبل عشان عايز اشوفها. تشوفها صبحه؟ ما عنديش بنت تطلع على راجل ولا راجل يطلع عليا الا بعد كتب الكتاب والدخله. انت راجل اوفر قوي، يعني مش هشوفها يوم فرحي؟ لا ما هتشوفهاش. أنا طول عمري كان عندي أحلام نفسي أعملها، يعني نفسي كنت أجيب الشوكة كده أحط عليها التورتة وقال يعني هنبوس بعض نقوم واكلنا في آخر لحظة، عارف الحركة دي؟ والشربات نشرب بعض عكس عكاس ونعرض صورها في فيديو لطيف كده وهي صغيرة على غنوة يا بنت الإيه، ونعمل كل السخافات دي. لا ما هتعملش كده، لأن إحنا رجالة رجالة. وأنت مش من البلد ولا يا سجوني؟ لا 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 حبيبي حبيبي جايبين لك فضيان طروخة. اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا. صحتك كم ده؟ ايه ده؟ كل ده سواك؟ او ماي جاد.
يا جوني الف مبروك يا عريس. كونجراتوليشنز مان. لسه عارف النهارده فرحي؟ ايه الاداء المبالغ فيه ده؟ والله يا سيدوني الليله دي ليله فرح. بس يا جماعه بس يا جماعه بس ما تقفلونيش بقى. طب خلاص، هو احنا مستنيين ايه اصلا؟ الزفت عمها لازم يجي، في ظهر هنا في طقس ان لازم الناس كلها تكتمل مع بعض. ايوه ده حقيقي. عم العروسه جه. توماس ايه في ايه؟ فاكر البنت اللي قلت لك عليها وعجبت بيها وهي بتنشر الالبسه؟ اه صبحه مالها؟ طلعت مش صبحه. امال ايه بايته ولا ايه؟ السخافه اللي انتوا فيها دي. حلو حلو. ايه يا تافه؟ اي اي ايوه اي اي. هي دي البنت اللي انا معجب بيها، هي دي اللي عايز اتجوزها. يا اهلا يا اهلا، منور الدنيا كلها يا اخوي. اوه ماي جاد، اعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف، عايز اتجوزها. اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا مرحب يا مرحب يا عريس. يا عريس اعرفك، الاستاذ عبد الرحيم اخويا، مدرس اول لغه عربيه وخط في مدرسه في مصر. ألف مبروك يا عمدة. الله يبارك في حضرتك. وديت بنتها صباح. صباح؟ وبسم الله ما شاء الله أخوها شبهها قوي. لا مش أخوها، ده جوزها. مش ناوي يطلق؟ اتفضل اتفضلوا، نورتونا نورتونا. يا بختك. مكتوبها لك يا عريس، هتلبس الدبلة. لا هلبس، أنا من ناحية هلبس هلبس، بس إيه اديني خمس دقايق يعني، هروح أعمل حاجة مش هقول لك هي إيه، وهرجع البس الدبله والبس الليله والبس اي حاجه عايز تلبسها. طب بالاذن بقى اخويا، بتوحشنا كتير اشوفه. يا اهلا يا اهلا يا مرحب. سو ويرد توماس. يا انا عايز، انا قلت توماس بس ايه؟ عايز اخلع. تخلع؟ لا يا معلم مفيش خلعان، خلاص انت لبست. اولا انت العمده، انت هتلبس دبل كمان خمس دقايق كهارب جو، مفيش خلعان مفيش خلعان خلاص. اتجوز واحده ما شفتهاش. الله مش يمكن تطلع حلوه؟ وافرض طلعت وحشه؟ اتجوزها انا. هناك يا حيوان، انت انسان معاقب ما تتكلمش خالص. طب ثانيه واحده ثانيه واحده، مش فوق في هديه واشلي؟ وفي معازيم وفي ابو العروسه وفي صوره كبيره لابويا وفي حاجات كتيره، بتهرف ايه؟ يا سيدي اسمعني لغايه الاخر. احنا ممكن نكلمهم بالتليفون ونعرف. بس انا عندي فكره حلوه قوي. ايه؟ الهاري اللي انت قلته ده جاب لي فكره اوريجينال. قول. احنا نكلم هديه على التليفون. ونقول لها لو العروسه طلعت حلوه تدينا رنه، طلعت وحشه تدينا رنتين. طب ده اللي انا قلته على فكره. لا ما انت ما قلتش كده، انت قلت في هديه وفي اشلي فوق وقفت عملت كده. اوكي اوكي. نفذ الفكره. بتاعتي. بتاعتك طبعا. انا؟ اه. انا القايلها. يا سيدي كلمهم. حاسس انها هتطلع حلوه، وانا احساسي تقريبا كل مره بيطلع صح. شرا مش عندي. شات اب. طمنيني شفتيها؟ شفتها يا اخويا شفتها. حلوه؟ حلوه طبعا، مش خلقه ربنا تبقى حلوه؟ كل خلقه ربنا حلوه. مش عارف كلامك مش مطمني، اوصفيها لي. شكلها عادي يعني، بس مناخيرها مالها؟ كبيره شويتين. كبيره ازاي يعني؟ يا معلم لو على مناخيرها خلاص يتعمل لها عمليه وتصغر وخلاص. صح صح. طب طب في حاجة تانية كبيرة فيها؟ لا ما فيش حاجة تانية كبيرة غير شلوفتها اللي فوق كبيرة برضك. هي ايه شلوفة دي؟ شفتها يعني.
شفايفها كبيرة. طب دي مصلحة، ده احنا بندور على البنات اللي شكلهم كده زي أنجلينا جولي. لا مش زي أنجلينا جولي، دي كبيرة كبيرة عندها عيب خلقي يعني. آه ربنا يعفي عنها، يعني زي جي زي. طب والشلفوفة اللي تحت ايه؟ الشلوفة ما علينا، عاملة ازاي؟ دي تقريباً مش موجودة خالص. أوه ماي جاد، اللي فوق كبيرة وتحت مفيش، يعني عاملة زي زلومة أو سمكة أبو سيف. طب طب بليز هيت مي، قوليلي قوليلي باقي الحاجات، قوليلي أنا خلاص أنا لبست. عشان أمانة ربنا يعني سنانها اللي فوق مفلقين وطالعين لبرا شوية كده، وعندها جرح بسيط من قرتها من هنا لحد نص وشها كده. شايلة في وشها؟ شايلة في وشها؟ أنا هتجوز واحدة شايلة في وشها، أدلعها ولا إيه؟ سكار فيس. طب طب على فكرة بقى ممكن تطلع مثلا روحها حلوة. شرب شرب. يلا يا سي جوني اطلع هات عروستك عاد عشان نقروا الفاتحة. يلا جوني يلا يلا حبيبي. معلش يا سي جوني. خدوش حمام. طب لا مش دلوقتي مش دلوقتي. عايز اشرب مية. يلا بس. شاوز. يلا بقى. بلاش دلع جوني بقى يلا يلا. مبروك يا كبير. الله يبارك فيك يا عباس. العمدة زينة الشباب نازل يتمخطر كيف عمر الشريف. بنتي لا إله إلا الله، حتى بنتي ما سلمتش مني. لا اله الا الله. اطمن يا حاج اطمن. الدكتور طمني قال لي انا مفيش حاجه، هو ارتجاج في المخ والحوض، ما العظم كله متدشدش وفي ثلاث ضلوع لحد دلوقتي مش عارفين هما فين يعني. اطمن ان شاء الله. بص احنا مش مستعجلين على حاجه، تاخد وقتها في العلاج زي ما تاخد، واي تكاليف انا يعني تحت امرك. بالمره ممكن احلل حتما الاملاح تعب ركبي. زيت زيت يا معلم في المستشفى معاه، اقعدوا زي ما انتوا عايزين. طب بالاذن يا سجوني الحق اروح المستشفى، حكم العربات الالمانيه ديت سريعه قوي قوي. بنتي لا اله الا الله لا اله الا الله. يس توماس. ايه ده؟ شوف مين عامل لي اياد. مين؟ روبرت عامل لي اياد على سكايب. يا راجل هو اونلاين كمان. كويس اتكلم معاه بقى. هاي روبرت هاو يو دوينج؟ هاي جوني ام فاين، انت عامل ايه؟ مفيش، من ساعه ما كنا ايجيبت واحنا الشغل متعب جدي. بص تحت عيني عامل ازاي؟ انتوا عاملين ايه؟ ناثينج ماتش، برضه شغل وفضل. ايه ده؟ انت لسه بتلعب؟ طبعا بنلعب. طب والواد العجيب اللي اسمه جاك لسه معاك ولا اتقلب؟ طبعا جاك دلوقتي بقى الكابتن. جاك بقى الكابتن؟ نو واي، ازاي ده؟ ملوش فيها خالص. ليه بس يا جوني؟ ده جاك تمام بس انت ما تعرفوش كويس. ما اعرفوش ازاي يا ابني؟ انا اعرفه من قبل ما انت تيجي الفرقه اصلا. ده عيل شاسيه عباره عن شلت على الفاضي، وكمان فوق ده كله دمه تقيل قوي. مش قوي كده يا جوني. لا قوي قوي، واللي انت ما تعرفوش انه منافس مني وبيشيل مني شيل، يعني 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 زي ما تقول ايه، كان هياكل في نفسه لما دخلت الفرقه. لا كاريزما كاريزما. ف ايه ده؟ هو مين ده اللي بيغير ولا حتى يفكر ينافس يا لوزر؟ انت هتنسى ولا ايه؟ هو انت اصلا كنت بتشمها؟ انت طول عمرك قاعد على الدكه يا لوزر. يا السخافه. وحشتني بجد سخافتك. اولا انا ما كنتش قاعد على الدكه احتياطي وخلاص، دي كانت خطه. الورقه الربحانه ما ينفعش الكوتش ينزلها في اول الماتش تتحرق، كان بيحوشني لاخر لحظه عشان انزل اغير مصير الماتش.
واللحظة المناسبة دي عمرها ما جت، والكوتش قلبك يا لوزر. سكت بقى تقولي الإفيه وتضحك عليه لوحدك، حاجة يعني في منتهى السخافة. وبعدين كوتش مين اللي قلبني؟ كوتش مين اللي قلبني؟ أنا ما كنتش مركز يا حبيبي في الموضوع. بعدين أهو أهو أنا بقالي سنين ما اتمرنتش ولا مسكت كورة، لو لعبتك هكسبك. تكسبني أنا؟ هو أنت أصلاً عندك فرقة؟ إيه؟ عاوز تقنعني إنك ما سمعتش عن فرقة المزاريطة للأمريكان فوتبول؟ دول أقوى فرقة في أفريقيا كلها. مزاريطة إيه؟ أنا عمري ما سمعت على فرقة بالاسم ده أصلاً. بص أنا مش مفاجئ، لأن أنت أصلاً مالكش فيها. خش على جوجل أنت تعرف هما مين. بعدين والله كان نفسي أجيبهم يلعبوك، بس للأسف مفيش وقت. نجيب منين وقت؟ كل يوم ماتش دولي، كل يوم. إحنا دلوقتي على طول هنروح نلاعب فرقة موزمبيق. مش مهم يا معلم أنت اللي تيجي، أنا اللي هاجي لك. تيجي فين بقى؟ من امريكا للقاهره ومن القاهره طويل المشوار عليكم. لا احنا كده كده عندنا ماتش في دبي الشهر اللي جاي، احنا ممكن نخلصه ونجي لك على طول. ديل ديل ولا يخسر؟ بص عشان انت هتخسر اختار انت هيحصل فيه ايه. اللي هيخسر هياكل الكره اللي هنلعب بيها الماتش قدام فرقتك وفرقتي. ياكلها. نصيحة بقى مني يا معلم، ما تقلش في الأكل يوم الماتش عشان بطنك هتوجعك من أكل الكورة يا لوزر. يا سهلة يا ستيل قوي أوفر يعني في التقل. جوني أنت مجنون؟ عايز تلعب جاك؟ جوني أنت طول عمرك لعيب احتياطي، جاك كان أحسن لعيب في الفرقة، هتكسبه إزاي؟ شوف يا توماس، يعني الكلام ده علشان انا ما كنتش بس مركز للحكايه قوي، كانت فتره مراهقه، يعني كانت اهتماماتي كلها ايه؟ بريك دانس، باليه مائي، هوت شيكس، حبوب الشباب، دي كانت اهتماماتي، يعني ما كنتش مركز بس لو ركزت هغلب 10 جاك. اوكي، هتكسب 10 جاك. فين بقى فرقه المزاريطه اللي هي المفروض اجمد فرقه في افريقيا وهتروح تلعب الموزمبيق كمان شويه؟ اكيد يعني هنلاقي ناس بتلعب امريكان فوتبول في المزاريطه. مصر كلها ما فيهاش امريكان فوتبول اصلا، هيكون في المزاريطه؟ مصر كلها مفيش يا سيدي ولا اي حد خالص. مفيش خالص. ايه البواخه دي؟ بواخه او مش بواخه، هتعمل ايه؟ هعمل فريق. هو ايه ده يا عم؟ جيس وات، ده اعلان بنجمع فريق امريكان فوتبول بس من المزاريطه. ايه يا جماعة مفيش حماس ليه؟ امريكان فوتبول عارفين اللعبة اللي هما بيبقوا لابسين ضخم من الكتاف ولابسين خوذ زي بتاعت الموتوسيكلات الجاوة، بيبقوا كلهم ماسكين كورة وبيضربوا في بعض ويخبطوا في بعض. ايوه الكرة الحمراء اللي شبه الشمامة. اكزاكتلي. لا معرفهاش. توماس. اوكي. اهو هي دي الامريكان فوتبول. ده الفريق اللي عايزين نجمعه. طب اللي هيجي هنديله خوذة هدية. طب طعمين امريكان فوتبول من بره شكلهم روش كده. طب هديله سندوتش كبدة جمل. ثلاثة بس. طب زود الاكل. رغيفين كبدة بالطحينة. أرجعك أربعة بس. تعال نشوف حتة تانية. يلا بينا. يلا ربنا يكرمنا في حتة تانية. هاي واتساب بو واتساب. هو مش ده مركز شباب المزاريطة؟ يا فين الشباب؟ فين الشباب؟ ما كله يا كيدز يا مسنين. بعدين يعني ايه مركز شباب؟ مركز شباب لك نادي جيم اصلا. يا ايه ده؟ مش ده حمدي كاتا؟ زي ما بعمل تعمله. تعال نشوفه. اهم حاجه التركيز، تبقى مركز انت وهو، وكل قوتك تبقى في الايد دي، وهوبا تستعد تماما وتروح نازل. ايه يا حمدي؟ مش هتبطل تعور واكشن؟ لا ما
اهلا حضره العمده، ده ايه الخطوه العزيزه دي يا حضره العمده؟ ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. يلا ادي التغوي، يلا عرفتنا، يلا تشطفوا، يلا يا اهلا وسهلا. والله المركز نور، والله سعادتك اول ما بتخش المركز بيزداد اشراقا كده. وبص حمدي، كفايه كفايه هري، كفايه هري بقى، مش ممكن صداع. انا بدور على لعيبه امريكان فوتبول، بعمل فرقه فنون شعبيه عندنا هنا في حمدي. يا عم حمدي انا هفهمك، هو قصده فرقه كره قدم امريكيه. عارف عندك لعيبه ليهم؟ يا سلام، لو ما عندناش نجيب لك يا حضره العمده. بس عدم المؤاخذه، هي نهون دي امال ايه؟ امال ايه؟ عارفها عارفها وواثق في نفسك. عارفها منين اللعبه دي؟ ناس لابسين خوذ بيجروا ماسكين كوره زي الشمامه. عرفتها، اللي هم بيقعدوا يعجنوا ببعض دول. اكزاكتلي. لا هو الحقيقه مش متوفره في المركز دلوقتي، بس احنا بعتنا وقلنا يا جماعه عايزينها، والورق بتاعها ماشيين فيه، والموضوع خلص، وان شاء الله هيركبوها في اول مايو. وايه اللي هيركبوها؟ انا بكلمك على ترمبه ميه يا حمدي، انا بقول لك عاوز. بص انسى انسى اي حاجه، عندك اي حد ممكن يلعب اللعبه دي؟ بطل كمال اجسام، بطل حمله اثقال، بطل جمباز، بطل باليه مائي، اي بطل. أيوة بطل ابطال يا عمده، عايز بطل. ما انت ما قلتليش ده، ما اكتر الابطال عندنا هنا. أيوة احنا عندنا بطل العالم في افريقيا في رفع الاثقال، متخرج من هنا من المزاريطه. ايه ده؟ وده لسه موجود لحد دلوقتي؟ امال ايه يا كابتن توفيق؟ كابتن توفيق ما شاء الله، شوف الجسم، شوف القوة، ما هو اللي جاي ده الكاوبوي ده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الكابتن توفيق يا جماعة ده معاه بطولة العالم سنة 74، وفضل محافظ على اللقب 3 سنين، 74، 75 و76. طب سؤال بس معلش، هو ده 1974 قصدك ولا 1800؟ هو ما كانش فيه ورق أياميه، يبقى 1800. سلم على العمدة يا كابتن. لك يا عمدة، أما بيج فان، أما بيج فان. خش استريح يا حاج، خش استريح، ربنا يديك صحة. عايز حد عايش يا حمدي، عايز حد عايش. ما عايش الراجل وبتنفس. بص سيادتك، أي حاجة فيها الروح ما تقلقش منها. توفيق، مش عاوز توفيق، مش توفيق. مش عايز توفيق، مش عايز توفيق. شوف لي حد صغير. طب ما تقول يا حضرة العمدة من الأول بدل الدخة دي، عيل صغير شبر يعني. بيقول لك على الشبل شبر. يلا يا عم نمشي، احنا بنضيع وقت. يلا جوني اصبر بس شويه، لعلمك بقى انا حمدي كتا ده متفائل. ايه ده؟ شيكابالا، ده شيكابالا بقى، ده اللي جاي عنده استعداد يقعد 3 ساعات ينطق الكوره ما يونش ما يزهقش. نطق يلا وقل بيه. طب ما عادي ممكن نطق اسبوع، ما هو ماسك الشبكه بايده. حبيبي حبيبي روح روح، ما تسمعش كلام من الراجل المجنون ده، وروح اتشطف مع زملاتك في الترع. يلا كده، ده انا المدرب بتاعه، وبعدين ده عيل صغير بس بذرته حلوه. لا ما هو باين البطزايه مبشره فعلا. ايه ده؟ مين الاسانسير اللي هناك ده؟ ده كابتن مناع، ده بطل العالم في رمي القوس. امال فين القرص؟ لما انا سحبت القرص منه، بسيبه يتمرن كده. بيني وبينك عامل لنا مشاكل بيه، يرمي القرص يا اما يطلع بره المركز، يا يخش في شباك يكسره، يا اما هو اللي وقع طياره له كيربي. او ماي جاد. طب انا عاوز مناع، ده عاوز مناع. يا سلام، غالي والطلب رخيص يا حضره العمده، هدي لك مناع وفوق منه هديه من عندي الكابتن توفيق. كابتن توفيق، مش عاوز توفيق يا توفيق. مش عاوز توفيق، امشي يا حاج، مش عاوز توفيق انا. لو لازم تديني حاجه فوقه اديني القرص، مش هاخد توفيق. ده راجل كبير في السن وبطل متقاس، والنبي ما تكسر نفسيته. طب ليش قلبي بقى يا حمدي؟ تعرف معلش والله هينفعك، وبعدين مش هيكلفك حاجه غير اكله وشربه وباكل معاه. لا والعلاج والقسطره، انا عارف هفتح على نفسي فتوحه. لعلمك بقى يا حضره العمده، الراجل ده متاسس صح ومتغذي على السمنه البلدي، يعني صحته احسن مني ومنك، وبعدين عنده عنصر الخبره. باين راجل بركه، خده. بس عجوز وكل الرياضه ضربه يا سيدي، هيشتغل. لو باظ منك في اي وقت هاتهولي وانا هرجعه واديك بدال. ماشي خلاص، هاخد مناعة وهاخد فوقه وتوفيق، بس هات لي العلبه والشاحن بتاعه. بص بقى يا معلم، عملت لك ملعب يعني مور ذان بروفيشنال. على فكره امبارح انا وهدرس تعبنا جدا جدا عشان نخطط الملعب. انت غاوي دايما تعملي فيلم عربي، تعبنا وعرقنا وطلع عيني عشان اعمل لك. عادي ما عملتش حاجه، جبت شويه بويه وقمت مخطط نجيله في فلاح مسكين هو اللي زارعها. خلاص اوكي ده سهل، انا على فكره عملنا جونين. بص طب روح
روح اقف مع بقيه الفرقه عشان انت نسيت نفسك، انت عنصر تحتي، انا الكوتش، اقف هناك. يلا يا جماعه يلا. ايه ده ايه ده؟ انت اتجننت يا ابني؟ تديهم اوردر؟ طب ايه رايك انك تقف اخر واحد؟ اقف اخر واحد، اقف هناك. ايه ده؟ انت اتجننت يلا؟ بتقلدني؟ لا. بتعمل راسك براسي؟ لا لا لا. اي اي اي, أي. روح هناك، انا الكوتش، انا لوحدي لدي الاوامر. anyway انا هديكوا بريف في رغيف. الجيم ده باختصار فرقتين، فرقه معاها كوره هتحاول بكل جهدها انها تعدي المنطقه الثانيه وتودي كوره المنطقه الثانيه. اوكي، وانس انك وصلت دي لوحدها 6 بوينتس. عرفت ترميها بين العصايتين دول ده الجول، هتاخد بوينت كمان، يبقوا 7 بوينتس. اظن سهله، لعبة مسلية جدي. ها حد عنده استفسارات؟ عايز اقول يعني ايه عصايتين؟ انت عارف يعني بوينتس؟ ايه دي؟ اوكي اصلا بقى. طيب فتنس يا جماعة، فتنس. خلاص الفتنس بح، نقدر دلوقتي نلعب ريل امريكان فوتبول. يلا قوموا قوموا، عايزين صف كده. يلا يلا يا وحوش، يلا يا وحوش، يلا 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 يلا. حازي 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 مع زميلك، تعالى يا مناع، تعالى مناع ولد شاطر هيرفع راسنا فوق. وقف هنا. بص، بما انك بقى قرص ومش قرص وعم الجامد، انا هحدف لك الكوره وهدرس هيطلع يجري، عاوزك تحدفها له وتعدي من فوق كل الناس وتوصل له عشان هو يجيب جول. اوكي يلا، ريدي ستيدي بو. ايه يا مناع؟ ايه يا مناع؟ انا كنت عايز الكوره جوه الملعب وجوه نفس المدينه اللي احنا فيها. هاتوا كوره ثانيه. بالراحه جوه الملعب، هدرس هيروح ارميها له. يلا ريدي ستيدي بو. يا عم انت عم سلامتك. يلا يا هدرس. بالراحة سلامتك سلامتك يا سيدوني. يا جماعة ما تقفلوش، دي كدمة بسيطة. بس بن ايه؟ بس بن بن ايه؟ هو مش متعور. بص يا سيدوني، انت تحط عليها معدون سنان. انت هتفتي؟ ايه الفتي ده يا جماعه؟ ايه الطب الفتاني اللي بقيته فيه ده؟ من ساعه ما جيت البلد دي وكل حد يفتي، يحصل لي اي حاجه يقول لك اغلي قشر جوافه حط ابو فاس. ايه ابو فاس ده كمان؟ انا مؤاخذه يا كبير، ما قصديش. انت براحتك يا مناع، براحتك. بس يا معلم يعني احنا مش داخلين حرب، دي جيم، يعني خليك بالراحه شويه. يا جماعه يا جماعه، كل ده رغي على الفاضي. احنا دلوقتي هناخد بريك 10 دقايق، وهو كويس على فكره، اطمنوا عليه. انت جوني جننت؟ انا عارف ان انت اتجننت. ايه انا كوتش، انا كوتش. انا بس اللي اقول بريك وما بريكش. يا جماعه انا كويس يا جماعه، يلا بريك 5 دقايق. طب هم البن هو كبسه براحتك. ما ينفعش نسكويك؟ نعم. لا يلا يا جماعه بريك، شكلي هكبسها بن فعلا. أنا اكتشفت حاجة يا معلم. خير؟ الفرقة اللي معانا بلح. يا ابني ما تبص على الجانب الكويس، معانا مناع ده لعيب كويس ويجي منه مع التدريب. معانا فزاع ده سريع ونفسه حلو. بس. اوكي، دول اتنين. فين بقى بقية الفرقة؟ ما احنا هنلاقيهم، اللي خلانا نلاقي دول هنلاقي التانيين. بقول لك إيه يا جوني؟ ها؟ هو أنتوا هتلعبوا أمريكا أمريكا؟ أيوه، أمريكا أمريكا. أصلها غريبة قوي. إن أمريكا بذات نفسها تيجي تلعب المزاريطة. لا أنا هفهمك، إحنا مش هنلعب المنتخب بتاع أمريكا، إحنا هنلعب فرقة الجامعة بتاعت جوني. على فكرة الفرقة دي جامدة جدي، دي أقوى فرقة في تكساس. أيوة يعني الفرقة دي من أمريكا واللي بيلعب فيها أمريكان، صح؟ صح. يبقى هتلعبوا أمريكا. ربنا يوفقكم وينصركم عليهم قادر يا كريم. والماتش ده هيتذاع على قناة إيه؟ المزاريطة تي في، ماز تي في. بس لو عايزه تيجي تشوفيه حقيقي تعالي. صح صح والله ينفع. شور ست هديه. ايوه يا
يا بعزك، ازيك يا واد؟ الحمد لله، ما عايزاش حاجة؟ جيت في وقتك، عاوز أربع أنابيب. أربع؟ طيب. إيه ده؟ هو مين ده؟ ده الواد بعزك، واد الحجة وحيدة بتاع الأنابيب. اسمه بعزك؟ على فكرة الواد ده ممكن ينفعنا. ينفعنا في إيه يا عم أنت؟ والنبي تاخدوه معاكم، ده واد طيب، بس مخه على قده. يعني إيه مخه على قده؟ بيقولوا وهو صغير وقع على دماغه زرع بصل. أوه. فعقله تأخر. أنا هطلع أجيب له الفلوس، لما يجي قولوا له يدخل أنابيب في المطبخ. صعبة أوي 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 حكاية زرع البصل دي، أنت عارف يعني إيه؟ آه. يعني أول حاجة بتلمس حاجة من جسمك في الأرض دماغك. أوه. هتلاقيه متخلف. أربع أنابيب يا معلم، الراجل ده معانا في الفرقة وش. أنا لسه كنت هفتحك في الموضوع ده. طب بقول لك إيه، توماس توماس توماس، قوم 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 فتحه إنه يبقى معانا في الفرقة، قوم يلا أنت. لا طبعًا مش هقوم، أنا عبيط، أنا لو كلمته ممكن يضربني بالأنبوبة في وشه، قوم أنت. وبعدين أنت مستمعها بتقول لك مخه على جده. طب ما دي مصلحة يا توماس، لما يبقى هو قد كده يبقى مخه قد كده، قوم بس قوم فتحه قوم فتحه يلا. لا بقول لك إيه، ماليش دعوة، عايز تقوم أنت قوم. ما بصراحة ما أضمنش يعمل. طب بص احنا هنكلمه من بعيد. باتر بعزق بعزق بعزق. روح ودي الانبوبات على المطبخ. لا لما الست هدايا تقول اوكي. لا ما هي قالت لي انا اقول لك ودي الانبوبات على المطبخ. لا لما الست هدايا تقول لي. بس خلاص هي قالت لي اقول لك ودي الانبوبات على المطبخ. او ماي جاد. Good boys. عاش قوي. وحوش موت. Stop. لمو. حازو. انت لا انت خليك هناك. اوكي. بص يا جماعة. هات الكورة. Good boy. بص يا جماعة. هلعبكم لعبة اسمها Fisherman. يعني صيادية سمك. ايه قصده صيادين السمك. منه يالك منه خواجة جوني فيه، ما انتوا عارفين. انت حتزيت امشي هناك قسما العظمة اطلعك برا. من جنابك اسمه صيادين السمك زي ما انا قلت. الجيم ده بيقوي حاسة اللقف عند اللعيب. عايز حاسة اللقف تبقى عالية عندكم، عايزكم كلكم لقيفة. بصوا يا جماعة، سيمبلي انا هرمي الكرة دي على اي حد فيكم، لو حد خبطت فيه تف اسنانه هيبقى ضعيف، سيسي بوي هيطلع بره، ما يلزمنيش. انما لو حد عرف يلقفها هيبقى بياخد بيضه. يلا يا جماعه ستاند باي. ايه انا بيضه انا بيضه بيضه بيضه. يا ابني تعالى هنا يا متخلف. بيضه جوه اللعبه مش بيضه بره. ايه يا معلم ده؟ ده بعزق ايه؟ ايه ده؟ طب يلا قول له اقلع الجلابية عشان ما يتكعبلش وهو بيلعب. يلا هقول لمين يا معلم؟ لا طبعا انا مجنون اقول له. يلا روح له. لا طبعا روح انت قول له. يا ابني انا المدرب، انا يعني انت الوزير، بتعمل التفاهات دي انت، انا بنشئ لاعبين، بعمل حاجة للبشرية. يلا روح. طب تعالى معايا. كل حاجة بقى جوني. معلش. What's up man؟ هو عايزك في موضوع. بص يا معلم، احنا بنعمل فريق طبعا. احنا دلوقتي بنعمل ماتش كوره، وانت هتنضم ان شاء الله لينا وللفريق، وفي تدريبات وفي ماتشات، في الحاجات دي بتبقى محتاجه انك تقلع. وضح يا متخيل. الجلابيه ولا انت مش عايز تلعب معانا؟ اكيد عايز تلعب معانا صح؟ انت بس انت براحتك على فكره. هطلعوني معاكم. ايوه هطلعوني معاكم. بس اهدى. انت مبسوط؟ ايوه. طلعت في اللالا. امال ايه؟ سو كيوت. تعال تعال مع بابا. يلا. بص يا شباب، هنعمل تقسيمه. هات الكوره.
جود بوي. بعزق. ايوه. انا معايا الكوره. ايوه. هحاول اخد مشوار لحد عنده. هتعوق؟ لا يعني حسب الترافيك. سو كيوت. ركز معايا بعزق وكفايه كلام. بص انا هاخد الكوره، هوصل مشوار لحد جوه. كل الناس دي هتحاول تمنعني. انت مهمتك انك تمنعهم ان هم يمنعوني. ما فهمش. احنا مش صحاب يا بعزوق؟ دول عايزين يضربوني، عايزين يموتوني دول. اثبت على كده، اثبت على كده. بص طول ما انا رايح هيحاولوا يمنعوني، موتهم احرسهم. حلو قوي، انا هاخد فزاع ومناع وهاخد. انتوا مين؟ تعالوا 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 كده. انا فرقتي خلاص. خلاص ايه؟ لا طبعا كده مش فير ابدا. لا فير. لا طبعا لا مش فير. حبيبي فير. بص انتوا كام واحد؟ كام واحد؟ انا الكوتش، هطلعك بره. فير ولا لا؟ فير طبعا. يلا يا جماعه يلا، وضع الانكسار يلا اللي هو كده يلا. ها ها. اوه ماي جاد. لا لا تعال 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 تعال. اهدى اهدى، انا قلت لك امنعهم مش تعدمهم. اهدى، دي لعبه مش حرب. يلا جود بوي. يلا تاني، وضع الانكسار يلا، كلنا مكسورين. ها يلا 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 يلا. انا قلت لك تعمل كده، انا قلت لك تعمل كده. ما تعلق. هاتوا ده. هاي 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 بص هتاخدها زي هنا كده هنا ازاي؟ ايوه اكزاكتلي. يا فرحة امك بيك. في ايه؟ هتستخبى باين، تجي يمين تجي شمال باين، كيف العجل؟ بسم الله ما شاء الله. تعال تعال تعال، ما تخافش ما تخافش، انا العمده ولد، انا العمده. تعال وبعزك كمان. لا عيني عليكوا بارده، اجدح كمله فرقه المعتيه. الله يرضى عليك، تقول لهم يمسك مش سلك عيان. انا العمده. هي. تعال يا حلتها، تعال يا جاموسه. هي مرجع لعبك. انا ما اسمحلكش اتكلم اي حد من فرقتي بالشكل ده، انا كوتش هنا. اوعك يا تكون مصدق اللي عم تعمله ده. لمم لي حبه مقاطيع وعامل لي بيهم تيم، معملهم مصالحهم واراضيهم ومقلعهم خلقاتهم، قاعد باللباس يا باللباس. خلقات التمرينه. ترد علي خلقات التمرينه؟ انت مصدق الكلام ده؟ طبعا، ما انت في البلاله، مش فاهم احنا بنعمل ايه. يا بيه احنا هنلاعب امريكا وهنكسبها كمان. ابقى قابلني. العالم كلها معرفش يغلب امريكا وانت هتكسبوهم المزاريطه. ما هو لو كل الناس بتفكر زي كده عمرنا ما هنكسب امريكا. بلاش تدينا طاقه نيجاتيف، خليك بوزيتيف. يعني شجعنا، العب معانا. لعبت عليك نفسك يا بعيد. العب معاكم ايه؟ هو ده اللعب اللي عم تعملوه ده؟ عم يتمسكوا في بعض تلزقوا في بعض كده. في ايه؟ ايه اللعب ده؟ قول لي بقى يا كبير انك خايف جدي. معاك حق، هي اللعبه دي عايزه رجاله. بتقول ايه يا ياد؟ قصدي يعني اللعبة دي طف. انت تجيب 30 فرقة فوق الفرقة دي واكسبهم لحالي. يا ده انتوا لو طلعتوا لي في الكشري اكلكم يا ياد. قال فرقة قال. راح استر حالك، استر حالك، عايز تكسب امريكا باللباس. تابع تابع، مالك شخصية. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة نكمل. ايه ايه يا ادرس ده؟ اسرع شويه، اطلع شويه قدام يا بعزق، بعزق اطلع قدام شويه. اسرع يا ادرس، اسرع يا ادرس، يلا. تفتكر يكونوا وصلوا؟ يا معلم وصلوا. انا كلمت السواق من شويه قال لي ان هم خلاص في اول البلد، يعني 5 دقايق ويكونوا وصلوا. احنا هنعمل ايه في فزاع؟ مش مهم، متقلقش، هعرف اجيبه ازاي، ليه طرقي. اهم اهم وصلوا.
جوني. مين دول؟ مين دول؟ هاي دود. ازيك يا لوزر؟ ازيك. ايه يا عم المكان الغريب اللي انت عايش فيه ده؟ انا كده صدقت انك عمدة. هو ده اخرك تبقى عمدة على مكان زي ده؟ ايه الطعامة دي؟ انا نسيت انك طعم قوي كده. دي حاجة بسيطة يا جوني. ايه يا تومي عامل ايه؟ وحشني. انت لسه زي ما انت لازق لجوني. خليك في حالك. هم دول الناس اللي هينزلوا لنا الشنط؟ لا دول فرقتي. فرقتك؟ نو واي زي زي التيم. ما يغركوش. الفرقه دي جامده جدي. دول اجمد فرقه في افريقيا، حتى اسمهم فرقه الوحوش. قصدك فرقة الكروش. ايه ده؟ لا خفيف. اوكي. فين الارض اللي هنلعب عليها؟ ما انت على الارض اهو، هو ده الملعب. هو ده الملعب؟ ده مش كويس، وبعدين ده مش قانوني. اقعد بقى تلكك بقى، يقول لك مش قانوني بقى فاهم، ونقر ورجلي هتتلوي وهيجي لي حمونيل، الجو مش مناسب، كل دي تلاكيك. ما تقلقش يا لوزر مش هخسر. اوكي الماتش الساعه كام؟ بعد بكره الساعه 3 الظهر. طيب احنا هنيجي الساعه 7 الصبح نتمرن هنا. اوكي اوكي اوكي. بقول لك الساعه 1 الظهر هاجي. تمشوا على طول، مش عايز بقى والنبي لفه ولسه بلعب دورين تراي وجو ده. ها انسى الكلام ده. فاني سو فاني شور يو ار لوزر. سخيف بشكل مش ممكن. يعني ايه يا شباب؟ ايه؟ انتوا هتتكسروا ولا ايه؟ ارفعوا راسكم لفوق، ما يغركوش، دي مناظر على الفاضي، احنا هنكسبهم بس لما يسمعوا كلامي. طب سيدوني انا عندي سؤال. ها؟ يعني ايه لوزر؟ بص لوزر دي يعني باليوغوسلافي كلمة يوغوسلافية معناها كوتش او كينج، ملك او برنس، قصدها تلميذي، فمن كتر ما بيحبني بيقول لي يا لوزر. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنقول اننا هنكسب باذن الله يا لوزر. توماس ما تستعبطش. ما تقولش الكلمه دي، هيبان ان انت ما بتفهمش انجلش، لان هي مش انجلش، هي غزلفيه، فاهم قصدي؟ قول كوتش اسهل حتى. لا لوزر اسهل واحلى. لوزر يا لوزر يا لوزر يا لوزر. روح الحمام يا لوزر يا لوزر. ليتس جو ليتس جو جراب اول ذا باص. ايه يا لوزر؟ شفت التمرين؟ خايف طبعا. ها لسه ناوي تكمل؟ بص يا سيدي، لو فكرت تنسحب دلوقتي اوعدك ان اكلك نص الكوره، وبيني وبينك. ثانكس مان، مش انا اللي انسحب. انا يا اما اخسر واكلها كلها، يا اما اكسب واكلها لك. طموح قوي. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا لوزر. لوزر. يلا فتنس. عاش وحوش. ها ايه يا جماعه اللي بتعملوه ده؟ مالكم كتانين كده ليه؟ بصراحه يا سيدوني احنا بعد ما شفنا فرقه الامريكاوي دول ومش عارفين نلعبهم كيف. دول ناس جايين وعارفين هيعملوا ايه بالظبط. طب اقول لك على مفاجاه، دول جايين وجايبين معاهم لبس نظيف، وبعدين انا حاسس كده اللي هم لعيبه بجد. وبعدين بلا ما اخده يعني يا جوني بيه، دول تبين عليهم هيلعبوا ادي لهم زمن، انما احنا يعني لساتنا متعلمينها بقي لنا كام يوم. قولوا كده بقى، انتوا عاوزين تنسحبوا، خايفين؟ سيسي بويز. لا يا سيدوني احنا ما قلناش كده. ما انت اللي قلته معناه كده، مش لازم تبقى مباشر، مش لازم تقولوا باللفظ يعني. انتوا عايزين تنسحبوا وجبنا. عايزين تنسحبوا انسحبوا. أنا ما يهمنيش، أنتوا اللي هتندموا. كل واحد فيكم هيرجع لماضي وحش. أنت
هترجع تتمرمط في الحقول وفي الغيطان وتلعب مع اصحابك في الترعه ويجيلك بالهرس يا تاني. وانت الكبير هيرجع يهزقك ويكهربك في كل حته. وانت يا توماس انت عارف كويس قوي هترجع ليه، عارف هترجع ليه. فين زبير؟ هترجع للقهوه، ترجع تتهزق في القهوه، عايز قهوه زياده تجيب له ساده يرميها في خليتك. وانتوا انتوا مين اصلا؟ anyway اكيد ليكوا تاريخ منايل بستين نيله هترجعوا له تاني. انا رايح العب لوحدي، قلبي قلب اسد، هروح لوحدي مش عايز حد فيكم. بصوا عموما يعني قشطه، لو حد عايز يبقى معايا اوكي. حد عاوز يبقى معايا؟ انا معايا كابتن جوني. حلو، ستيل لوحدي. مين تاني هيبقى معايا؟ انا يا سيدي. ايه السخافه دي؟ طب ما انتوا امال ايه الجو الرخيص اللي عملتوه ده؟ anyway انا مبسوط بجد من قلبي ان احنا رجعنا واحد. يلا بينا نقسم فرقتين. لو بنعمل لك عملية قلب مفتوح. الحمد لله مفيش لا كسر ولا شرخ، هو مجرد لوي بسيط. سوري انا الاربك بتاعي ضعيف، يعني لوي دي يعني هيبقى كويس بكره ويتنطط؟ بكره ويتنطط؟ لا على ايه بكره؟ بعد ساعتين بالظبط. الله. بس هنضطر تحط رجله في الفرن، بس يا ريت من تحت مش من فوق عشان ما تلسعش وما تفتحوش، لا رجله تقب. اوكي بس هو مش هيلف شويه على فرن؟ مفيش حاجه على مقاسه. لا ليه، ما في عربيات بتخش الفرن. فرن عربيات نسمكره. شوف الطب، شوف الطب البديل بقى، ده الطب البديل. انا هزر. راح اسبوعين ويتعرض على اخصائي علاج طبيعي، انا ربطت دلوقتي. جنابك لما تطهلي هي ربطة الرباط الصليبي. لا الرباط الصليبي بيجي للي بيفهمه، ده رباط عادة. عادة؟ أنا مش قادر أفهم، يعني هو بيروش ولا بيتكلم بجد؟ أنت بتروش ولا بتتكلم بجد؟ لا أنا بروش وبتكلم بجد، ميكس الاتنين مع بعضيهم. راحة أسبوعين ويتعرض على أخصائي علاج طبيعي، ولو حصل له حاجة أنا بحملكم المسؤولية كاملة. كام داون، كام داون، إحنا جايبينهولك. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنعمل إيه؟ هنروح هنشوف اخصائي علاج طبيعي يشوف رجله. هنلاقي حاجه زي كده في المزاريطه؟ اذا كان مش لاقيين شيبسي مملح هنلاقي، هنجيب اللي بتقول عليه ده. جوني سيب باب الامل مفتوح، ما تخلوش مويه. ده كلام فاضي بقى، زي الدم عمره ما يبقى ميه، وده عمره ما دم ما يبقى ميه، وصوابع ايدك مش زي بعضها، ما فيش حد حتى ايديها مش زي بعضها يعني. ما تتفضلوا ارتاحوا، اجيب عصير وبتاع. معقول اول مره تشرفوني في الوحده ما تاخدوش عصير ولا حاجه؟ لا شرف. اتفضلوا، ده مكان اكل عيش، يلا خدوا الجثه دي واتكلوا على الله. امشوا. ممكن تكون دكتور، ده هيرش ميه كمان شويه، ده كبابجي. امشي يلا. فضل. يلا احنا مش ناقصين هزار. شفت بقى حضره العمده الدنيا ضيقه ازاي؟ قلت لك هتلف تلف وترجع تلاقي حمدي كاتا. وانت برضو ليك في العلاج الطبيعي؟ عهد مين ده؟ طبعا عهد جامد. والعشره دول؟ انا خريج معهد الطيران. طب ايه البوينت؟ مش فاهم. لا اصدقائي اخصائي اجتماعي واللي دكتور فبتعلم منهم. من عشر الام ستايل.
ده غير بقى تصنيع الاجهزه الكهربائيه، الكترونيات، حاجه ولاعه، موبايل. تعال بقى حضره العمده، الرزق يحب الخفيه. شفت الصايع بيسوق نفسه ازاي؟ انت خساره في البلد دي. شوف انا بلا فخر. يا بنت يا مؤاخذة، انا بلا فخر يا حضره العمده، حطني كده في اي حاجه، لا مؤاخذه في اي مكان اسد فيه واشتغل. جوني على فكره الراجل ده هينفعنا جامد جدا في الماتش، احنا مش معانا دكتور. الراجل ده بيفهم، والله العظيم الراجل ده بيفهم. هو شكله ما يديش، بس شكله كده تلاقيه سمح ويقدر المواهب التي تعمل جاهده على اي حاله تجدها. خلاص هتجيب لنا صداع نصفي يا اخي، مش ممكن. ما ينفعش. ليه؟ احنا عايزين دكتور مش راجل بتاع علاج طبيعي. لا انت هتلاقيني معاك دكتور ماشي، علاج طبيعي ماشي، احمال بدنيه ماشي، تدليك تسليك. ده كلام، الكلام طول عمره رخيص. قدامنا اهو حاله عمليه، راجل نايم على السرير، الدكتور بيقول قدامه اسبوعين عشان يقف على رجله، واحنا عندنا ماتش مهم بكره. يفهم ايه الدكتور في اللي انا فاهمه؟ اسبوعين ايه؟ الراجل ده ساعتين زمن هخليه يقوم يرمى على رجله دي زي خلاص يا عم بقى. الله، احنا اتصلناك بعربيه، امال هتعمل ايه لما نبتدي الجلسه؟ ايه ده؟ هو انت ناوي تعمل اوه ماي جاد، انت ناوي تعمل فيه ايه؟ لا دي حاجات بسيطه كده، عشان لو عنده حاجه معوجه بتاع بومبي نستعدلها له. طب هو انت ناوي ترده على البارد ولا هتدخله فرن؟ حلو. لا لا، هم خططين على الهادي كده، وان شاء الله الموضوع كله هيتظبط. هو اهم حاجه تجيبوا لي حله كبيره فيها ميه سخنه مغليه. دكتور حمدي، دكتور حمدي دلوقتي الراجل ده رجله بتوجعه مش حامل. هو انا مش دكتور ولا ايه يعني؟ انت هتعلمني شغلي؟ ما انا فاهم دي منطقه الكارع، لازم تتسيح الاول. كل ده ملوش لازمه. ما خلاص بقى، خلاص بقول لك هيسيح. جود لك، سي يو ان هيل مان. ما تنسانيش بقى عمده، ما تنسانيش بقى بموضوع الفرقه دي. ها، وانا الراجل ده يعني هخليه يقوم تمام التمام. انت معانا ان شاء الله، بس اهم حاجه يقف على رجله تاني، لان ده اهم لاعب عندنا. يعني انا خلاص معاكو بس، وانا اوعدك الراجل ده هقفله تقفيله ما تخرش الميه، بحيث ان انت لو عايز تبيعه لاي فرقه تانيه اتحداك لو اكتشفوا ان هو عنده خبطه قديمه ولا برومه. طب انا عايزه فابريقه. باي باي، بعمل لما الف سلام. فين بيه؟ رايح فين؟ وهتملي مع الراجل دي وحدية؟ اسكت خالص، اهدى وتشاهد. وبعدين يا جوني هنلعب ازاي من غير فزاع؟ ده اسرع لعيب عندنا في الفرق. بص انا المره دي مش متشائم قوي يعني، لان بصراحه شفت امل في عين دكتور حمدي كاتب بجد. يعني اي هوب ان يرجعوا فعلا فابريكا. اسكت خالص. لسه عندك امل؟ ريست ان بيس برو. وقف عندك يا صرمة يا كبير، ما تضربش نار يا كبير، ما تضربش علي نار، ده تبعي. تبعك كيف؟ معايا في الفرقة مش كده؟ ايه وجد ده والله العظيم؟ مش انا معاك في الفرقة؟ ايوه يا عم، انت هتفضحنا غبي. طبعا مين يعمل كده ليه؟ مش عارف، يمكن رجالتك افتكروه حرامي وهو نازل من عندي، فانت عارف رجالتك ما بتتفهمش. طب بعد اذنك، بعد كده لما يجي لك حد في انصاص الليالي ابقى قول لنا. حاضر اوكي، يلا يلا كل واحد يروح لحاله. يلا ثانكس، خش بقى عشان الساعة. ساعة ما ساقعاش مالكش صالح. أي خدمة يا معلم. يا رب أنا بارك لك يا عمدة، ما أعرفش أقول لك إيه. قول لي جوني، قول لي براذر. يعني أنا متواضع، ما تفرقش معايا الألقاب. أنت اسمك إيه بقى؟ أنا اسمي قطر. باين عليك، باين عليك. حد برضه يجي يسرق دوار العمدة.
اسرق؟ قطر يسرق؟ يا عمده ده احنا كنا بنلعب كوره، كنا بنلعب كوره برا والكوره وقعت عندك في الدوار، فانا نطيت اجيبها ولا اسيبها؟ انا قلت اجيبها بدل ما اسيبها وحد تاني يجي ياخدها. ده انت ادائك فيك قوي قوي، يعني اوحش من ريدج بتاع ذا بولد اند ذا بيوتيفول. ايه اللي هو الجريء والجميلات ولا جريء وطعمات حاجه ده استاذ نور الشريف. طب انت بتقفلني منك ليه دلوقتي؟ يعني ليه؟ انا كنت عايزك في مصلحه. بص يا معلم، انا متاكد انت كنت جاي هنا عشان تعمل ايه؟ جاي تسرق، وانا مش هرجعك ايدك فاضيه. خد دول فلوس. خدهم كلهم. لا لا انت كدبت وشتم. يات 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 بتبطل تمثيل. يلا خد دول، وبكره الصبح تجيلي من بدري، عاوزك في مشوار مهم، لما تيجي هديك زيهم. ربنا ما عارفش اقول لك ايه. فكك من جو الشحاته ده، انا مش فاضي، عايز اطلع اكمل نوم. اوعى تاخر بكره. طير. او ماي جاد، سريع جدا كده. يبقى الفريق اكتمل. وبركاته. المعلق الرياضي خالد الغندور يحييكم من استاد المزاريطة لنقل الوصف التفصيلي لمباراة كرة القدم الأمريكية لأول مرة بين فريق المزاريطة وفريق شاركس الأمريكي أو الكروش الأمريكية. مباراة قوية جدا النهاردة يا جماعة، رغم أنها فريندلي جيم أو مباراة ودية، ولكن مباراة حساسة لأنها بين المزاريطة وفريق أمريكي. النهاردة بيشرفني في كابينة التعليق طبعا أحد محبي وعشاق فريق المزاريطة والمشجع الأول لفريق المزاريطة طبعا كابتن دهشان. مباراة حساسة يا كابتن دهشان، ولا شايف إيه النهاردة؟ على العموم يعني كابتن دهشان يعني نظرته كافية للتعليق على إن اللعيبة مركزة النهاردة وهيكون في مباراة قوية لفريق المزاريطة. زي ما انتم شايفين الجمهور مالي الملعب النهاردة وبيشجعوا بطريقة جميلة جدا جدا جدا، ولابسين تيشيرتات وجلابيات يعني تقريبا موحدة. الناحية التانية شايفين الجنس الناعم، الجنس الناعم النهاردة موجود في ملاعبنا من 2006 في بطولة أفريقيا. الجنس الناعم النهاردة شكله جميل، بيشجعوا بطريقة حلوة جدا، كلهم بيكتسوا اللون الأسود. مش عارف هم جايين يشجعوا الحكام ولا إيه بالظبط، ولا إيه رأيك يا كابتن هشام؟ طيب منور يا كابتن هشام، منور والله. شايفين فريق شاركس الامريكي بلونه الازرق الجميل نزل ارض الملعب بقياده كابتن جاك. وايه ده؟ لا لا لا، عيب عيب يا كابتن جاك. ايه ده ايه ده ايه ده، حركه وحشه قوي عملها كابتن جاك. لا بيستفز جمهورنا، جمهور المزاريطه الجميل، ما بيفرقش معانا الحاجات دي على فكره يا جماعه. فريق المزاريطة ابتدى ينزل يا جماعة بقيادة عمدة المزاريطة جوني. العمدة نزل يا جماعة الله الله على الرأس، الله على الرأس. أيوة هي دي الروح الرياضية يا جماعة، هي دي الروح الرياضية. والكابتن توفيق أهو، كابتن توفيق يا جماعة والله كابتن توفيق قبل المباراة على طول قابلني وقال لي حكاية جميلة جدا. قال لي يا كابتن خالد أنا كان نفسي أحترف كرة القدم الأمريكية، وفعلا احترفت كرة القدم من 15 يوم
وحلم حياته ان هو يحترف في الدوري السعودي. معرفش هو في دوري سعودي في كره القدم الامريكيه. على العموم كل فريق راح للركن بتاعه وكل واحد بياخد التعليمات الاخيره قبل المباراه. احسن شباب احسن. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ العضله ايه اللي بتسخنها انت دلوقتي؟ بسخن العضله. ما تقعدش تفتي، اقف مكانك. بصوا يا جماعه احنا كويسين زي الفل اسود وهنعمل معاهم السليمه. اوكي؟ بعزة وسالم. اي حد من فرقتنا معاه الكوره ما تخلوش اي حد من الفرقه الثانيه يجي جنبه او يلمسه. اوكي؟ مناع خف ايدك وانت بتحدف الكوره. توماس انت خليك على الخط اليمين جنبي. يس سير. انتوا الاثنين. ايه ده؟ انتوا مين؟ انتوا المره اللي فاتت ما كنتش فاكركم برضو. ها؟ انتوا خليكم على الدكه احتياطي. حاج توفيق عاوزك معانا بقلبك. شايك، ترمسك، سجايرك. واني انا ايه عندك يا جوني بي؟ انا ما اعرفش حاجه، انا مش هقلب الناس دي عشان اعرف انا هنا ليه بالظبط. انت فيك، انت اوفر، انت ولا حاجه. أداءك أسوأ بكتير من ستيفن سيجال أول ما بدأ حياته. يعني ماليش صح. اسكت. تقف جنب الاحتياطي لحد ما أنا أقول لك هتعمل إيه. أنا كوتش. بصوا يا جماعة، سخوا في نفسكم. جاهزين؟ جاهزين يا لوزر. لا لا، أنا الكلمة دي مش عايز أسمعها تاني خالص. اللي هيقولها هقعده على الاحتياطي مش هلاقومه تاني. أنا باكل حاجة مهمة جدا، هيحاولوا يستفزوكم عشان هما كده كده عارفين إن هما بيلعبوا بره أرضهم، فهيحاولوا يموتوا الماتش. كل دول شمال آسيا كده عشان في الآخر يوصلوا للبلمبات. مش هيسكت وصلوهم للبلمبات. بلمبات إيه؟ اقعد يخرب بيتك، بتقول أي كلام؟ صدقني الجون بتاعهم جامد، لا هتقول لي حضري ولا بوتريكا. الراجل ده مجنون وأهبل، وانسوا اللي بيقولوا خالص، مفيش جون في اللعبة دي أصلاً. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، البسوا الخوص، يلا يلا أسود. يا شباب مش عشان الفرقة دي ضايعة هننزل نهزر. إحنا عايزين نعمل عليهم سكور. أنا مش عايز جوني ده يتكلم تاني في الأمريكان فوتبول. أنا عايز آخر علاقته بالأمريكان فوتبول الكرة اللي هياكلها بعد الماتش. أوكي؟ أوكي. ليتس جو. يلا يا جايز، برينج إن، برينج إن، ليتس جو، إيفريبادي إن هير. Let's go, let's kick some butt, all right? Ha. On three. One, two, three. USA! Hey! Go! Hey, you loser. جاهز عشان تخسر؟ لوزر لوزر لوزر. تنسم مكرر قوي. بعدين يا مان الجيم لسه ما ابتداش. هنشوف مين اللي هيضحك في الاخر. انا طبعا. انا شايف فريق الامريكي تقريبا هو اللي كسب قرعه بدايه المباراه، وشايف كابتن جاك بيستعد عشان يبدا ضربه البدايه لمباراه كره القدم بين القروش الامريكيه وفريق المزاريطة. الكرة بتوصل لجوني، جوني بيلعبها بالعرض لمناع، مناع بيبص على هاجرس وبيلعبها له طويلة قوي، بياخدها هاجرس، هاجرس بيروح وبتتاخد منه، واللاعب الأمريكي بيديها للأمريكي الآخر، والأمريكي الآخر بيزق وبيخش ومش همه ورايح ناحية جون المزاريطة. بوب 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 بوب. وجابوا جول بكل يا جماعه. لا ما ينفعش كده يا جماعه، دفاعنا يركز شويه، ما ينفعش كده. جمهور حزين جدا، الفريق الامريكي بيحتفل بطريقه بولينجاويه، بولينج يا جماعه. والنتيجه اصبحت 6-0 لفريق شاركس او القروش الامريكيه. انا نسيت اقول لكم يا جماعه ان الهدف في كره القدم الامريكيه بسته، وفي الركله الارضيه دي لو جت بتتحسب بنقطه وبيلعبوها وجت للاسف، والنتيجه اصبحت 7-0 القروش الامريكيه. ايه يا لوزر، بتعرف تعد لحد كام؟ امشي يلا امشي. برضه ضحك، برضه ضحك اوفر. وشايفين دلوقتي بداية هجمة للفريق المزاريطة على الفريق الأمريكي، بتتلعب دلوقتي بتروح للمزاريطة. الله الله، لا 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 لا، إيه الضرب ده؟ إيه الضرب؟ دي مش كورة يا جماعة أبدا، لا 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 لا. والفريق الأمريكي مش أخلاق رياضية أبدا، لا 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 لا. وسالم يا عيني في واحد ماسكه رغم إن هو تخين مش قادر برضه وبيتضربه.
وبياخد الكرة وبينتهز الفرصة وهجمة خطيرة خطيرة. جون يا جماعة، جون تاني للأسف فينا، جون للأسف فينا تاني في فريق المزاريطة. أنا شايف أحد إداري المزاريطة نازل بيعترض بصورة كبيرة جدا. أوفسايد أوفسايد يا عم أنت هتجرسنا ولا إيه؟ مفيش أوفسايد في كرة القدم الأمريكية. والله العظيم أوفسايد. أوفسايد يخرب بيتك، يخرب تغريبية، حسبي الله ونعم الوكيل. هتفضحنا هتفضحنا. الكرة أوفسايد يا منتشي يا حكم يا منتشي منتشي. على العموم جوني راح يهديه وبيطلعه بره وهيكملوا المباراة. والركلة الأرضية بيشوطها هيجيبها كالعادة، مش عارف والله مين بيشوطها، واحد أمريكي وخلاص وبيجيبها للأسف. والحكم بيصفر وكده بينتهي الشوط الأول من مباراة كرة القدم الأمريكية بين الفريق المزاريطي وفريق الأمريكي بنتيجة كبيرة جدا يا جماعة، 14-0. نتمنى إن الشوط الثاني الشكل يتغير، لأن لو فضل الوضع على ما هو عليه كده ممكن فريق الأمريكي يعمل علينا نتيجة تاريخية. وبعدين يا جون احنا بجد هنخسر، احنا مروحناش الناحية التانية ولا مرة لغاية دلوقتي، احنا ما جيناش الماتش أصلا يا معلم. بعدين ايه هنخسر دي 14-0 ولسه هنخسر؟ كوبايه ميه يا اخوانا الراجل هيروح مننا، بلاش ميه الحق اتشاهد. حاضر حاضر ثانيه واحده، حاضر حاضر. الولاعه فين؟ انت بتهبب بتعمل ايه؟ بتميل ايه يا حمد؟ ايه ستوكك منه هو هيموت لوحده. قطر قطر تحت كيفك يا جوني بي. يلا اجهز. اجهز كيف انا؟ اتمكج، حط ميك اب والبس لي جلابيه حلوه كده وارسم عينيك. انت هنهزر؟ اتنيل ده سخن، عمال تنزل تلعب معانا. العب كيف يعني؟ اه انا ما قلتلكش حاجه صح؟ سوري اصل نسيت انك حرامي. ايه اللي بتقوله ده؟ بص هي لعبه باختصار. توماس تعال احكي له انت، تعال احكي له انت بقى. اوكي بص يا قطر الموضوع بسيط. احنا عايزينك قطر. ايه يا جماعه ما بتشجعوش ليه؟ تشجيعه بلا خيبه، ما شايفاش الجوانه اللي عماله تجي فوق دماغنا؟ ماشي هدية ماشي، خليكوا ساكتين. بالك كبير ما جاش ليه يعني؟ انا ناظر الست هدية هناك اهي، ليه بيجهز الواكل في البيت؟ بعد الماتش يا طبازه، بعد الماتش سلموا نفسيكوا الاشرف هيعمل معاكوا السليمه بص قدامك. سيداتي أنساتي، نعود للوصف التفصيلي للشوط الثاني لمباراة كرة القدم الأمريكية بين فريق شاركس الفريق الأمريكي وفريق المزاريطية. الفريق الأمريكي بيلعب بنفس التشكيل اللي بدأ به المباراة، أما الفريق المزاريطي فنزل لعيب جامد جدا شكله، هو اسمه بس غريب شوية، اسمه القطر، وطبعا مش القطر اللي احنا عارفينه لكن ده اسم اللعيب، واعتقد ان هو لعيب سريع جدا عشان كده طلعوا عليه اسم القطر. جوني بيبتدي الهجمة بيشوطها بتروح لأحد لعيبة أمريكا بيقول لهم روحوا، لكن القطر اللي لسه نازل بياخدها وبيعدي القطر بيروح يمين وشمال، ده سريع قوي، لا 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 ويلف وفنت ومعدي. الله أكبر يا قطر، إيه يا عم الحلاوة دي؟ الله عليك يا قطر الله، وقطر بيجيب الجول الأولاني يا سيدي. يا قطر يا عيني يا قطر يا ليلي يا قطر، إيه الحلاوة دي يا ابني؟ ده أنت مش قطر عادي، ده أنت قطر إكسبريس. وكابتن توفيق نازل الملعب واحتفاليه كبيره جدا بالهدف الرائع اللي جابه قطر، بنرد عليهم بقى. انت تقول لي بولج، لا انا اقول لك صناره، احنا اصطدناكوا يا معلم، اصطدناكوا في الجول اللي فات دوت. حاسب الدنيا، حاسب بس شويه. عايز ايه؟ انا المحسوب. مين قال لك الكلام ده؟ بتحلم؟ بتحلم؟ انا كوتش. اوكي بس شوف بقى الشوطه الجايه دي، شوفها بس شوف. اتفضل 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 وريني وريني. اوعى يا عم انت ما من وزي ما انا شايف توماس بيستعد يشوط الركله الارضيه. ربنا يوفقك يا توماس، عايزين نشوف ماتش حلو بقى ونقرب من النتيجه. وبيروح يا خلاص يا جماعه
خلاص حسب خير يعني الماتش طويل وعمال ترجع لورا. يلا معلش معلش يلا يا جماعه اتفضلوا يلا معلش معلش شدوا حيلكم يا رجاله شكلكم كده عايزين تعملوا حاجه. الشوط الثاني النتيجه اصبحت 14-6. رازق ايوه انا سمعت ان الواد اللي بص اللي هيبقى ماسك الكوره ايوه سمعت انه جاب سيرتك بكلام وحش قوي. انا قال لي قال وسمعت انه جاب سيره الوالده برضه بكلام وحش بصراحه. الوالده قال لي قال على الاخر صراحة أنا كمان سألت بالصدفة كده إيه أكتر حاجة بتقهره؟ قالوا لي إن حد ياخد من إيده الكرة. كده؟ طب خد لك ساتر أنت. إيه؟ خد لك ساتر أنت. والفريق الأمريكي هيبتدي الهجمة بيديها له من ورا يمين وبيلعبها لقدام وبعزق رايح بعزق مصاب مش هيسيبه مش هيسيبه بعزق. الله اكبر يا بعزق. ايه ده ايه يا جماعه ده ايه ده بينطوا فوق بعض كده ليه؟ لا 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 وكله بيقع. وعلى فكره الحكم لا هيشوف الكره مع مين وهتكون الهجمه مع الفريق اللي معاه الكره. هنشوف يا رب تكون مع الفريق المزق. وفعلا بعزق يا ولد يا بعزق يا ولد يا ولد النرفزه جابت نتيجه وفرحانين قوي قوي قوي. شوف الفرحه الفرحه بيلعبوا الحجله الحجله. وزي ما انتم شايفين جوني بيتكلم وبيعدي وعلى واحد واحد من فريق المزاريطه بيديهم خطه معينه تقريبا هم بيحاولوا يتعادلوا دلوقتي. وربنا يوفقكم يا مزاريطيه. وهنبتدي الهجمه دلوقتي الهجمه وتوماس بيديها لمناع ومناع بيديها بالعرض للنجم بتاعنا القطر اللي جاب الجول الاولاني يعدي من واحد والتاني وقفوا واتنين بيلعبها بالعرض لجوني. جوني بيحاول يعدي بيحاول يعدي واحد واقف له بيعمل شغله باص كامل جدا ويعدي وراح انفراد 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 يا ولد يا جوني. الله الله يا جوني. ايوه كده يا ابني افرح وفرحنا معاك. هدف رائع وجميل جدا جدا جدا. بنقرب بالنتيجه يا جماعه. ايوه كده ايه الفرحه جامده جدا. وكمان في المدرجات يا جماعه ايه المدرجات النسائيه عامله شغل جامد جدا وبيحتفلوا. هنشوف المره دي هيحتفلوا يعملوا ايه هيعملوا ايه متجمعين وبيحط كانها قنبله وبينفجروا يا ولد. حاسب جوني انا هشوط الكوره تاني. انت ليك وش بعد شوط البطه اللي شوطتها عايز شوط تاني؟ احنا في عرض بوينت يا جوني. بص انا هصلح غلطتي. أنا اللي هشوط الكرة دي. امشي يا مجنون. بقول لك أنا اللي هشوط الكرة دي. أعزق. طبعًا تشوط الكرة دي، إحنا لسه كنا بنفتحك في الموضوع ده مش كده؟ طبعًا طبعًا. يلا يا بعزق. شجعني شجعني. أنا شايف بعزق راح يشوف بعزق بعزق هو اللي هيشوط الركلة الأرضية. أتمنى لك التوفيق يا بعزق يا رب يا رب. أيوه أيوه بعزق جوه. مش عارف إيه حكاية الركلة الأرضية معانا. بعزق بيبعزقها بره خالص. على العموم قربنا من نتيجة وأصبحنا 14-12 وكده وصلنا نهاية الشوط الثاني من مباراة كرة القدم الأمريكية المزاريطة 12 الفريق الأمريكي 14. هنروح لاستراحة قصيرة ثم نعود وننقل لكم الشوط الثالث. فاضل لنا الشوط الثالث وشوط رابع. ربنا يوفق فريق المزاريطة بإذن الله. إيه اللي حصل لكم؟ إزاي ياخدوا مننا النقطتين دول؟ Honestly, the fast guy they just brought in, we have to take him out. Okay, I have a plan. وبنبدا الشوط الثالث. ريتا 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 شد حيلك يا مزاريطه. نتمنى التوفيق النهارده. واجمل الفريق الامريكي بيديها كالعاده ورا بيلعبها ورا تاني وبيلعبها طويله. لا دخلة قوية جدا. لا 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 ده عايز يخلص عليه ده ولا ايه؟ قطر تقريبا قطر. ايوه هو قطر تعور. اصابة قوية جدا. الغباوة دي اسعاف اسعاف. وانا شايف جوني بينده على عربية الاسعاف وتوماس جاي
ايه ده يا عم ده؟ ايه ده؟ حمار اسعاف؟ يعني ظريف يعني المهم اي وسيله نقل تنقل قطر يعني سبحان الله قطر هينقله حمار. ايوه حاسب يا عم رجلي دي بتوجعني. انا هسوق حمار الاسعاف هياخد قطر ويشيله تقريبا مش هيكمل المباراه. وهجمه للفريق البطريتي على الهجرس وهجرس بيبص وبيحاول. ايه ده يا عم ده بيضربه ورايحين لهجرس ده بيشيله. ايه جاك يا عم ايه جاك كابتن الفريق بتاعهم ده ولا كابتن ولا حاجه. ايه ده الراجل حاسبها جول ايه ليه؟ ايه ده؟ وركلة وكالعادة جول كده. نتيجة أصبحت 21-12 ولكن ما زال هناك أمل. وكمان الحكم بيصفر نهاية الشوط الثالث كده. فاضل شوط وتنتهي المباراة ما فقدناش الأمل. ما زال هناك شوط رابع بإذن الله وإن شاء الله يكون عند المدرب تغييرات إيجابية. إن شاء الله نقدر نعوض الاهداف اللي ضاعت مننا في الشوط الرابع. هايل يا شباب هايل والله. يعني نتيجه معقوله قوي 21-12 كويس قوي. احنا كنا فين وبقينا فين؟ انتوا عملتوا جهد جميل. مش عاوز معنوياتكم تبقى في الارض. مش معنى يعني ان قطر رجله اتكسرت يبقى خلاص. يعني انتوا كلكم احسن من قطر. ده مهما كان حرامي والجريمه لا تفيد. اوكي قطر اتصاب مين ممكن ينزل مكان قطر؟ انا اللي هنزل اجوني بيه. تنزل ازاي يا ابني؟ انت مش عارف تقف على رجلك. لا ادري رجلي ميجي تعال والوسطى عندي كانت انا بطالي رطه زين وانا قادر ادوس عليها. الموضوع مش موضوع دوس على رجله خلاص. ده جري وباللعب تران. وبعدين لا قدر الله حصل لك حاجه يعني مش هعرف تقف على رجلك دي تاني. وانا ضميري هيأنبني مش هعرف انام اتليست يومين ثلاثه. خليها على الله يا جوني بيه. شعر ايدي وقف. انا اشعرت مش ممكن يا جماعه. ايه الكلام الحلو ده؟ شايفين الروح؟ هي دي الروح. كلنا عايزين نبقى فزاع. كلنا فزاع. دي انا اقل حاجه قدامها في الموقف الصعب ده يا جوني بيه. الواحد مننا يا اخوانا لازم يبقى لما انت هتزيط هتزيط هتبقى بقى كوتش وتقعد تنظر اتنقل البس من جنابك. ايه ده؟ انت هتقول له ايه ده؟ ما هو متعلم منك. ما هو كلهم ما شايفين المنظر. كل ما ادور ظهري تقعد تملى انت وتزيط. اهو كله بقى كوتش. جوني ما تزيطش انت عشان انا لسه ما قلتلهمش يعني ايه لوزر. الشوط الرابع والاخير من المباراه وزي ما احنا شايفين فريق المزاريتي نازل الملعب ولاعب جديد نازل يا جماعه. فزاع. انا عارف قبل المباراه قالوا لي ان فزاع كان متعور اصابه قويه جدا في رجله ولكن تحمل على نفسه. نتمنى التوفيق لفزاع والفريق المزاريتي في الشوط الرابع اللي من خلاله هيتم تحديد النتيجه النهائيه للمباراه. تدي ومناع بيستعد بيديها لجوني وجوني بيجري بيحاول يعدي بيبص الفزاع هيلعبها الفزاع. فزاع قوي جدا بيفزع اي واحد قدامه مش عارف يعمل ايه. حطها جوني يا رأي. ايوه كده يا عمي الله اكبر. النتيجه بتقرب يا جماعه والشوط الرابع وما زال عندنا امل ان شاء الله. ونشوف هيعملوا ايه المره دي. فزاع موقفهم وبيرمي. ايه ده؟ رشاش وبيموتهم كلهم. الله. الله اكبر يا جماعه. كده النتيجه بقت 21-18 وانا شايف جوني داخل على الركله الارضيه. ربنا يستر ما لناش في الركله الارضيه. بس جوني بقى ده النجم بتاعنا. راح فين؟ انا الامان بقى ان انا اصوت. امشي اتجاه تستقبل. دور انا. ولا انت ولا هو ولا المجنون ولا سوندو ولا بوندو. انا ما شوتش خالص. انا اللي هشوت. هنهزر؟ ايه ده؟ انا الكوتش. مين الكوتش؟ ما سمعتش. مين الكوتش؟ انت. يلا هناك. شوت. اي حد يعدي يقول هشوت. هنهزر؟ عشان وطرتوني. انت مش مشكلة قربنا بالنتيجة وان شاء الله نقدر نعوض
في الوقت البسيط المتبقي من المباراة. الماتش ده خلاص فينش، واحنا اللي كسبانين ومش عايزين نجيب جوان تاني، بس عايزين نعلم جوني وفرقته درس مش ممكن ينسوه. اوكي اوكي. USA on 3 1 2 3. USA let's go. احنا مش هنضحك على بعضين اكتر من كده، احنا خلاص كده كده خسرانين. انا مش فارق معايا مكسب ولا خساره بصراحه، انتوا طلعتوا رجاله، لعبتوا لحد اخر الوقت زي الرجاله، وكان على الكوره اكلها. انا كده كده كنت عامل حسابي وصايم من امبارح. هو فاضل دقيقه، تعالوا يا جماعه نلعبها زي اول دقيقه، عايزين نخسر بشرفنا. في مكان في الفرقه وانت ابويا.